بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. هفضل أحبه بجنون مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف ومهما كانت العقبات اللي بتقف أمام أي حاجة تحصل، لكن نظل دائما نحب النادي الأهلي ونظل دائما في ظهر النادي الأهلي في كل شيء. أحلى حاجة في الدنيا هو جمهور النادي الأهلي، عشان كده بدأت حلقة النهاردة بهذا الجمهور. وبرضه من أحلى الحاجات هو صوت محمد الكواليني، محمد الكواليني اللي قال أعظم نادي في الكون بالنسبة لكل الأهلوية هو بالفعل أعظم نادي في الكون، وبالنسبة برضه لبعض من لا يشجع النادي الأهلي، النادي الأهلي هو أعظم نادي في الكون بالأرقام وبالتواريخ وبكل حاجة. تاريخ النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن الأمور مختلفة ومختلفة عن أي نادي في العالم. عندنا خصوصية كده مع جمهورنا، جمهورنا لما يبقى زعلان مننا ما عندناش أي مشكلة، من حقه ينتقد، من حقه يقول أي حاجة، لأن الجمهور زي ما قلت قبل كده وأنا بكرر الكلام ده كل حلقة، لأن جمهور النادي الأهلي يستحق. جمهور النادي الأهلي بالفعل هو جمهور مختلف، جمهور لما تشوفه تبقى مبسوط، جمهور لما تسمعه تبقى فرحان، جمهور لما تعرف ان هو في ظهرك هتخش في الحيطه وما يفرقش معاك اي حاجه، وبالتالي يظل دائما جمهور النادي الاهلي مع صوت الكواليني اللي سمعناه من شويه. محمد الكواليني واحد من المعلقين اللي ليهم حس وليهم صوت جميل جدا. بالمناسبه الكواليني من الناس اللي بتعلق بشكل جيد جدا، وجمهور النادي الاهلي بيحبه، وايضا هناك جمهور ما بيشجعش النادي الأهلي وبيحب محمد الكواليني. فالنهاردة الحقيقة أهم حاجة كانت زي ما حضراتكم شفتوا بدايتنا كانت مع الجمهور، مع حضراتكم دائما، لأن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لا يحتاج إلا مساندة جمهوره. زي ما الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال إن إحنا أي حاجة مجلس إدارة النادي الأهلي بيعملها عشان خاطر حاجة واحدة فقط، البلد والجمهور، لأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية. فأي حاجة بتتعمل هي بتتعمل عشان خاطر البلد وعشان خاطر الجمهور فقط لا غير. محدش بيفكر في مصلحة شخصية، محدش بيفكر في إن هو يطلع يشتم، محدش على فكرة ما ممكن نفتح القناة من الصبح بالليل لكل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس النادي ولكل الناس اللي عايز يطلع يتكلم يطلع يتكلم، ولكن الأمور في النادي الأهلي لا تسير بهذا الشكل. الأمور في النادي الأهلي تسير بالاحترام، تسير بالأدب، تسير بأن يكون عندك رئيس نادي زي محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لما يجي حتى يوضح أمور بيوضح بمنتهى الاحترام، بمنتهى الأدب، بمنتهى الأخلاق. محدش يقدر يقول غير أنه هو بنحب محمود الخطيب، بنحب كابتن محمود الخطيب كلاعب كرة وأسطورة كبير، وبنحب كابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي. اللي مش عاجبه أن احنا بنحب كابتن محمود الخطيب كأهلوية هو حر، لكن احنا هنفضل في ظهر كابتن محمود الخطيب، وهيفضل كابتن محمود الخطيب يبقى مجلس الإدارة. أنا ما بقولش كابتن محمود الخطيب عشان، لكن الكابتن الخطيب هو رئيس النادي، وبالتالي لما تيجي تتكلم على كابتن محمود الخطيب بتتكلم على مجلس الإدارة بالكامل. فإحنا هنقف في ظهر مجلس إدارتنا. الجمعية العمومية اختارت مجلس إدارة ليدير النادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة، وبالتالي كلنا هنبقى في ظهر نادينا، كلنا هنبقى في ظهر كابتن محمود، كلنا هنبقى في ظهر مجلس إدارتنا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور. ولأن النادي الأهلي أعظم نادي في الكون بالنسبة لنا كأهلوية وبالنسبة لكل الأهلوية، أيضا النادي الأهلي عندما يتكلم ويطلع بيان للجميع يجب أن يعلم كل الناس أن النادي الأهلي عندما يتكلم هو لا يفرض رأيا، ولكن هو بيقول حقائق، هو بيقول حقائق، والحقائق بتبقى باينة قدام الناس كلها، وبيدافع عن حقوق. ولكن النادي الأهلي عمره ما كان بيفرض رأيه على حد أبدا. ولكن لو أنت راجل عاقل أو اللي بيتقال له الكلام ده راجل عاقل ويبص في كلام النادي الأهلي زي ما حصل مثلا مع الاتحاد الأفريقي، هو الاتحاد الأفريقي عمل إيه؟ الاتحاد الأفريقي لما رأى كلام النادي الأهلي كلام فيه عقلانية وإن هو الكلام المظبوط او الافضل للقاره الافريقيه خلال هذه الفتره عمل ايه؟ خد كلام النادي الاهلي وطبقه.
بالمناسبة دي مش جدعانة ولا شطارة، ده على فكرة ده واجب النادي الأهلي بما أنه كبير أفريقيا، وواجب النادي الأهلي بما أنه كبير الكرة المصرية أن هو يقول ده المنطق بالمناسبة وده العقل، أن هو يقول يا جماعة عندنا مشكلة وشاورنا على التحكيم، شاورنا على التحكيم على مدار سنة وأكتر في هذا البرنامج، في هذا البرنامج احنا بنشاور على الأخطاء وبنتكلم في الصح. بالمناسبة أنا ليس لي علاقة من بعيد أو من قريب بالكابتن عصام عبد الفتاح غير شغله، لكن الكابتن عصام شخصية محترمة، ده بره الشغل، بره المهني، بره شغله كمحكم. يعني كلام الكابتن عصام، كلام الكابتن عصام بالنسبة لنا عشان يبقى الكل يعلم، عمرنا ما بنغلط في حد عشان شخصه، أو عمرنا ما بنغلط في حد أساسا، لكن كابتن عصام عمرنا ما هنتكلم عن شخصه، لكن احنا بنتكلم عن طريقة إدارته للجنة الحكام. لجنة الحكام دي يجب أن يكون هناك عدالة لل 18 نادي. أنا ما بقولش النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي أكبر المتضررين من اللي بيحصل. من قبل تولي كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق لمنصبه حذرناه من إفساد الموسم، لو تفتكروا الكل كان بينتظر خير في وجود الكابتن عصام عبد الفتاح كرئيسا للجنة الحكام. واجهناه في هذا البرنامج النهارده واحنا قاعدين بنتكلم او هنتكلم مع الشباب على الفقره اللي جايه او على الفتره النهارده هنتكلم في ايه؟ لما قلنا نتكلم عن التحكيم واللي حصل واستقاله او اقاله، ما اعرفش هي ايه؟ استقاله ولا اقاله الكابتن عصام عبد الفتاح، ولكن قلنا لو قعدنا نتكلم وجبنا الحلقات بتاعتنا، الحلقات بتاعتنا احنا بقالنا سنه. بقالنا سنه بنتكلم على اخطاء لجنه التحكيم واخطاء الحكام. واجهنا لجنة الحكام بأخطائها وطالبنا أن يكون هناك ممثل للجنة الحكام، والكلام ده أنا قلته على الهواء مباشرة، يجي يتكلم معانا في كل الأمور اللي احنا بنتكلم فيها، في كل الأمور. يقول لنا أمير عابد لما خبط حمدي فتحي دي هل كان يستحق طرد ولا لا يستحق طرد؟ هل حسام حسن لما تشد الأول من التيشيرت وبعد كده تشد الفانيلا بتاعته كانت فاضل يقلعها، هل دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ هدف محمود وحيد كان يجب على الفار الرجوع ليه، الفار الرجوع ليه ولا لا؟ يقولوا لنا الكلام ده. ضربتي جزاء المصري، واحده لمحمد شريف والثانيه على ما اتذكر برضو لمحمد. فالحاجات دي كلها افقدت النادي الاهلي 12 نقطه وافسدت الموسم. هدف بيرسي تاو هل هو هدف حقيقي أو هدف صحيح ولا هدف غير صحيح؟ هل هو تسلل ولا مش تسلل؟ هدف البنك الأهلي هو هدف ولا مش هدف؟ موضوع روح البروتوكول، موضوع الاحتواء، حتى لما تواصلنا مع مسؤولين الفيفا وقلنا للكابتن عصام يا كابتن عصام، بالمناسبة اتكلمنا مع الكابتن عصام وقلنا له لو عايز حضرتك تطلع في هذا البرنامج على الهواء مباشرة، على الرغم من جمهور النادي الأهلي شايف ان حضرتك متحامل عليه وانا اللي كنت هيتم انتقادي، لكن ما كانش عندي مشكله لانه كنت اتمنى ان هو الكابتن عصام يجي وينورنا واقول له وواجهه بهذه الاخطاء عشان تبقى امام ملايين من جمهور النادي الاهلي، ولكن الكابتن عصام رفض هذا الامر او حتى ما ردش علينا. هو وكل اعضاء لجنه الحكام اللي ما حدش عارفهم لغايه يعني مش ما حدش عارفهم كاشخاص، انا ما اعرفش مين اعضاء لجنه الحكام. لو حد يقول لي مين نائب رئيس اللجنه قبل ما الكابتن عصام يمشي ما اعرفش، وبالمناسبه يجب على اللجنه اللي ما انا ما اعرفش اسمائها حتى هذه اللحظه، اذا كان هناك لجنه للحكام يجب ان هم يقدموا كلهم استقالتهم بالمناسبه يعني. فجبنا لجنه الحكام وواجهناهم بالاخطاء اللي هم عملوها طوال الفتره السابقه، زي ابتكار مصطلح الروح البروتوكول، وأثبتنا بمعلوماتنا وبالدليل القاطع وبشهادة الفيفا إن مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها في القانون اسمها كده. مش كلام إسلام ولا كلام جمهور النادي الأهلي، ده كلام الفيفا. والمسؤول اللي قال للكابتن، لو تفتكروا بس حضراتكم الحلقات اللي اتعملت هتفتكروا إن احنا كنا دايما بنحاول أن نظهر الحقيقة لجمهور النادي الأهلي، آخرها وبندي دائما حق الرد لاي حد عايز يطلع يرد، كابتن عصام واي حد تاني. لكن ما كانش حق، انتوا حرين، ما حدش عايز يطلع انتوا حرين. انا النهارده على فكره مش جاي اشمت ان هو مشي من منصبه ولا فرحان بتولي كلاتنبرج ولا اي حاجه من هذا القبيل او سين او صاد، ما عنديش مشكله. احنا بنقول للمشاهد
اللي هو بيشجع النادي الاهلي او بيشجع نادي تاني، ان كلامنا كان للصالح العام، ما كانش لاي غرض اخر، وان وجهه نظر النادي الاهلي بنيت على حقائق، وان طلبات النادي الاهلي تتمثل في العداله او تتلخص في العداله لكل الانديه. بالمناسبه انا هنا امبارح قبل ما اعرف ان الكابتن عصام هيستقيل او هيقال، قلت لحضراتكم ان الكابتن سمير عثمان قال ان هدف بيرسي تاو صحيح، وانه الاهلي عليه ركله جزاء كان يجب ان يتم احتسابها. قلت له كان احتسبها بس اديني حقي، وكل حاجه كنا بنتكلم فيها هي كانت، والنادي الاهلي دي وجهه نظر النادي الاهلي. بالمناسبه النادي الاهلي مش بيعمل كده عشان يفرض رايه، ولا عشان يقول انا قوي، ولا عشان يقول انا كبير. النادي الاهلي لا يحتاج ان يعمل كده عشان يقول انا قوي ولا كبير، لا 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 اطلاقا. النادي الاهلي لا يحتاج، مصر كلها والعالم العربي وفي افريقيا كلها عارفين ان النادي الاهلي كبير وهيظل دائما كبير، مش فارق معانا حاجه. لكن لما النادي الاهلي يقول ويشاور كابتن محمود الخطيب اللي ما بيطلعش على الشاشه، يطلع ساعه ويتكلم نصها في اخطاء التحكيم، يبقى النادي الاهلي بيشاور على حاجه غلط للمصلحة العامة، وليس طبعا لمصلحة النادي الأهلي ان هو يكون هناك تحكيم عادل للجميع. تخيل ان الحقائق بيتم تزييفها، الحقائق بيتم تزييفها. هناك البعض بيقولك اصل الأهلي بيخسر بقاله سنتين، السنة اللي فاتت الدوري، وعلى اعتبار السنة دي الأهلي خسر الدوري، فبيقولوا ان الأهلي خسر السنة اللي فاتت والسنة دي عشان تم تطبيق تقنية الفار. طب هو تطبيق تقنية الفار ما كانش في البطولات الأفريقية اللي النادي الأهلي خدها؟ لا تزيفوا الحقائق، محدش يزيف حقايق، ما تقولوش أي كلام وخلاص. لكن كل واحد يخليه في ناديه، كل واحد يتكلم عن ناديه، عمرنا ما هننظر لأي حد، لأن اللي أنا عشان أنا بص، إحنا اللي بيبص علينا كده لفوق، لأن النادي الأهلي هو الأول والبعيد، بعيد بالأرقام وبكل شيء. لكن اللي بيبص على إحنا كنادي أهلي، أولاً مش المفروض إن إحنا نبص، لأن إحنا هنبص لتحت. فممكن اي حد ياخدني لتحت، لكن انا عمري ما هبص لتحت، ولا هبص لاي كلام بايه، ولا هبص لفيديوهات بتتحط لي على السوشيال ميديا، ولا هبص على اي حاجه. انا شخصيا كمان مش هبص على هذه الامور، لانه في النهايه هذه الامور هي امور صغيره جدا، ما حدش فاهم حاجه، واللي بيعملها لمجرد ان هو بيعمل كده بس عشان ايه، يوقعنا انا وجمهور النادي الاهلي في مجلس الاداره وفي النادي، وده عمره ما هيحصل. ما تعرفوش جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مختلف. جمهور النادي الاهلي هو اعظم نادي في الكون، هو اعظم جمهور في الكون من وجهه نظري. من وجهه نظري اعظم ناس في الكون، اعظم جمهور. هو الجمهور اللي حضراتكم شايفينه ده ايه؟ بص بيعمل ايه الجمهور ده؟ بيخليك انا كنت في الملعب وشايف، أنا اللي أقول. عشان كده لما جمهور النادي الأهلي بينتقد أي حاجة بنبقى على دماغنا من فوق، على دماغنا من فوق. كلامنا طول الفترة اللي فاتت دايما كان موجه، ما كانش موجه لشخص، احنا عمرنا ما بنشخصن الأمور، ولا ضد الكابتن عصام ولا ضد أي حكم، بالعكس احنا مع حكامنا وبنشيد دايما بمستواهم. نفسنا نطلع حكم مباراة يطلع الحكم فيها جيد عشان نطلع نقول له هايل، اقسم بالله حتى لو اتغلبنا هنطلع نقول. وخلي بالك، خلي بال حضراتكم، هو كابتن خطيب لما اتكلم قال ايه؟ اول حاجة قالها احنا طالعين عشان خاطر جمهورنا. هو طالع كرئيس مجلس ادارة للنادي الاهلي عشان خاطر الجمهور، ده اولا. ثانيا لما جه يتكلم قال لك نعترف بأن هناك قصور فني من اللاعبين، وقال احنا مش معنى ان انا بقول التحكيم فيه مشكلة ان انا بعفي اللاعبين من المسؤولية. محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنفسه قال هذا الكلام. فعمرنا ما بنحطش راسنا في الأرض، عمرنا ما بنقولش، عمرنا ما بنعمل كده. عارفين ان عندنا مشاكل، مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكورة وشركة الكورة عارفين كويس جدا جدا إن إحنا عندنا مشاكل. لكن المشاكل اللي عندنا دي كيفية حلها هنشوف الفترة اللي جاية، مش هقدر أتكلم فيها طبعا دلوقتي. تخيل حضرتك عندك كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تخيل حضرتك على الجانب الآخر عندك ياسين بيه منصور رئيس شركة الكورة،
ومعاه مصطفى الاستاذ مصطفى مراد فهمي، ومعاه بقيه اللي موجودين كلهم، الاستاذ عمرو شاهين، الكابتن علي عبد الصادق، كلها اسماء كبيره جدا. تخيل انت كابتن محمود الخطيب وياسين بيه منصور، اساطير. حضرتك بتتكلم في اساطير، فاللي جاي دايما هيكون افضل، دايما اللي جاي هيكون افضل. الكبوه بتكون طبيعيه لما بتقعد. تخيل حضرتك ان انت من اخر في اخر 6 سنوات في افريقيا توصلت 5 مرات النهائي. تخيل حضرتك مفيش نادي في افريقيا كلها عمل هذا الامر. الكابتن محمود قال هذا الامر، قال ان احنا الكيرف بتاعنا، اللعيبه تبقى فاهمه ان الكيرف بتاعنا بينزل شويه، مفيش مشكله ينزل، واحنا متوقعين ده. هو قال كده كابتن خطيب، وقال هنصلح طبعا، لانه حاطين ايدينا على الاخطاء، حاطين النادي الاهلي حاطط ايده على الاخطاء، وبالتالي النادي الاهلي بينظر للمباراه القادمه اللي هي بكره، واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وبينظر للسنه اللي جايه في تعاون كبير جدا. زي ما حضراتكم شفتوا كان من يومين او من اسبوع تقريبا، شركه الكوره هتستلم كل ما يخص ملف كره القدم ابتداء من 1/9 القادم. ابتداء من 1/9 القادم شركه الكوره هتستلم كل حاجة في كرة القدم. فكنا لما بنيجي نتكلم عن الحكام، كنا عندما نتكلم وننقد كنا بنتكلم وننقد بالمنطق، بالمنطق والعقل، لصالح التحكيم المصري، مش ضده أبدا. حذرنا كابتن عصام من العناد، حذرناهم. تخيل العناد وصل إن هو حط الناس أو الحكام اللي كان من المفترض ان هم يتم التحقيق معاهم، قد يدنهم التحقيق وقد لا، احنا مش عارفين، او هل تم التحقيق معاهم ولا لا، ما حدش بيقول الكلام ده. حذرناه من العناد يا كابتن، ما حدش يعند كده. هو انت بتعند مع النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي ده مش طرف ضدك، النادي الاهلي معاك بالمناسبه، وكل جمهوره كان من المفترض، يعني كان النادي الاهلي عضو جمعيه، بلاش النادي الاهلي الكبير والنادي الاهلي اللي كذا اللي كذا اللي كذا، النادي الاهلي عضو جمعيه عموميه وله حقوق في اتحاد كره القدم، ومن حقه ان هو يقول. فكنا ما بنشوفش حاجه في حياتنا غير عناد عناد عناد. نقول له يا كابتن ما تتكلمش، يطلع يتكلم. النائب احمد دياب رئيس الرابطه يقول له ما تطلعش تتكلم، يطلع يتكلم. الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد يقول له ما تطلعش تتكلم، يطلع يتكلم. فالحقيقه عناد في كل الاتجاهات مع من خلال الكابتن عصام. والحقيقه انا اخر يوم هتكلم فيه عن الكابتن عصام، لانه خلاص الكابتن عصام بره لجنه الحكام، او استقال او اقيل، دي بينهم وبين بعض بقى يقولوها. مدرسه الكابتن عصام او الناس اللي مع الكابتن عصام وبيحبوه يقول لك ده استقال، الناس اللي تابعه للاتحاد يقول لك ده اقيل. مش فارق معايا استقاله ولا اقاله، انا اللي فارق معايا ان انا انظر لما هو قادم. لانه لجنة الحكام خلال الفترة اللي فاتت كان يجب على الكابتن عصام ان هو يطلع ويعترف بالأخطاء اللي هو عملها، لأن هذه الأخطاء تسببت في إفساد مسابقة الدوري السنة اللي فاتت، وده اللي حصل فعلا. والسنة دي هنبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله كلاتنبرج يكون له دور جيد مع النادي الاهلي، خلال مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك ومع النادي الاسماعيلي ومع النادي المصري ومع كل الانديه، ال 18 نادي اللي موجودين، ونادي الاتحاد والانديه، كل ال 18 نادي، لانه احنا نتوسم خير في كلاتنبرج. على الرغم من ان انا شخصيا عندي تحفظات على كلاتنبرج، ولكن اتمنى ان التحفظات دي ما تكونش موجوده خلال الفتره اللي جايه. النهارده كابتن حازم امام قعد مع كلاتنبرج هو والنائب احمد دياب، وهنستعرض مع حضراتكم الاخبار بالتفصيل. ولكن كالعاده خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه يقول لنا الاخبار. ازيك يا فاروق؟ طب غير المكان يا فاروق، ورينا مكان احلى بيك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومتابعي برنامج البيت الكبير في كل مكان. لا انا كنت بسالك الاول، ما كنت غيرت المكان بقى، كنت رحت الناحيه الثانيه وريتنا خلفيه احلى. الاوتيل انا عارف كله حلو الحقيقه، وكله حلاوه يعني.
بالفعل يا كابتن اسلام، واحد من الاماكن المميزه طبعا هنا في الاسكندريه، وبالتحديد ان هو يعني بعيد كتير جدا يعني عن يعني الزحمه، في مكان منعزل بيبقى يعني بيتوفر فيه يعني اي فريق بيفكر انه يعمل معسكر مغلق بيبقى هو المقصد الاول طبعا في هذه للانديه او للفرق يعني. وده الامر اللي خلينا اكد لك بقى ان مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خلاص قرر ان المعسكر بتاع منتخب مصر القادم في شهر 9 يكون هنا في برج العرب في مقر اقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي. تمام، خلينا بقى نشوف اخبار مجموعه النادي الاهلي اللي موجوده هناك، او مجموعه اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الاهلي في مباراه بكره ان شاء الله، واليوم النهارده كان ماشي ازاي، اليوم بكره كالعاده هيمشي ازاي. يعني خليني في البدايه يعني اشكر حضرتك جدا على الكلمه اللي حضرتك بتقولها، مجموعه اللاعبين اللي بيمثلوا الاهلي ما تقسمش الامر ما بين لاعبين كبار او لاعبين شباب، كل من يرتدي قميص النادي الاهلي هو جدير ان هو يمثل قميص النادي الاهلي ويمثل النادي الاهلي، وده طبعا اللي احنا لامسينه واللي احنا شايفينه من اللعيبه كابتن اسلام، علاقه اللاعبين الكبار مع اللاعبين الشباب، الجميع بيلعب بانتماء وبحب لقيمه وقميص النادي الاهلي. طبعا النهارده كان التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على الملعب الموجود ايضا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، او يعني ده التدريب الرئيسي كان بالامس طبعا زي ما حضرتك عارف كان تدريبات خفيفه او تدريبات استشفاء للعيبه اللي شاركت في مباراه الاتحاد. النهارده القوام بيكتمل بالمستر ريكاردو سواريش، اشتغل على بعض الجوانب، يعني تقدر تقول ان المعسكر ادى افضليه واريحيه اكتر لمستر ريكاردو سواريش انه يشتغل على بعض الامور التكتيكيه او الامور الخططيه مع اللاعبين الموجودين. طبعا النهارده يعني ابتدى المران بجزء بدني خفيف مع بيدرو مخطط الاحمال، ثم التقسيمه اللي شارك فيها كل اللاعبين، يعني كل اللاعبين يا كابتن اسلام شاركوا في التقسيمه النهارده. طبعا كريم فؤاد اللي كان اشتكى من كدمه، يعني اثار الكدمه لسه موجوده، لكن اطمنا من الدكتور احمد ابو عبله وان كريم فؤاد هيكون موجود وبالتالي هو شارك النهارده في المران بالكامل، اطمنا ان هو هيكون موجود غدا باذن الله. ايضا بيرسيتا ومحمد عبد المنعم كل اللاعبين. الامور المهمه اللي احنا لمسناها كابتن اسلام هي الروح المعنويه عند اللاعبين، الجميع عارف ان احنا يعني وضع صعب في الدوري، خسرنا كاس مصر، لكن الجميع بيقول بنفتح صفحه جديده مع الجماهير ان شاء الله. كانت البدايه من مباراه الاتحاد ثم مباراه المصري ثم استكمال مباراه الدوري باذن الله، ثم ان شاء الله طبعا انضمام اللاعبين الكبار لاعبي النادي الاهلي اللي طبعا هم جزء لا يتجزا من النادي الاهلي او نجاحات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. قبل المران كان مستر ريكاردو سواريش عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، طبعا اتكلم على اهميه مباراه المصري، طبعا كان هو تابع اتفرج على يعني لويس بيريرا وراؤول فاريا مخططي الاحمال، كانوا عرضوا له الفيديوهات الخاصه بمباراه الاهلي والمصري في الدور الاول وايضا اخر اربع وخمس لقاءات لفريق المصري، بيقف على نقاط القوه والضعف، شفته في بعض الامور في الخططيه بيحاول ان هو يعمل بعض الجمل في وجود بيرسيتاو، في وجود ميكسوني، في وجود محمد محمود، في محمد فخري، ايضا العناصر الشابه زياد طارق مع علي عمرو مع احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي الظهير الايمن، محمد اشرف، يعني القوام بالكامل. الامور برضو المهمه ان اللي بنلمسها ان في تصميم واراده عند لعيب النادي الاهلي، التزام يا كابتن اسلام، انت عارف لعيب النادي الاهلي لعيب بيطلع من الجيم قبل ميعاد التمرين بيبقى فيه معاه، ودي من النقاط المهمه جدا يعني برضو ان انا عايز ابرزها من خلال حضرتك. اتفضل. مستر بيدرو مخطط الاحمال وموريسيو، ان مفيش لعيب يا كابتن اسلام بيدخل الجيم لوحده، يعني انت من اللي انا لمسته في الفندق على مدار الايام، لا بلاقي ممكن لاعب لوحده داخل الجيم، بلاقي معاه مخطط الاحمال، معاه المدرب العام. النهارده لقيت مصطفى شوبير، كان احمد سيد غريب وعلي عمرو موجودين وموجود معاهم مخطط الاحمال، يعني لو تقدر تقول ان كل ساعه او كل ساعتين او كل نص ساعه مجموعه من اللاعبين او لاعب بيبقى موجود معاهم مخطط الاحمال، الامور كلها بتتم طبعا بمعرفه ودرايه الجهاز الفني للنادي الاهلي، ودي من الامور المهمه. بيعقد طبعا جلسات مع الجهاز الفني مستر ريكاردو سواريش، الكابتن سيد مع الكابتن سامي، لكن الامور ان شاء الله تبشر ان شاء الله ان الفريق يكون قادر ان شاء الله على تحقيق الفوز واستكمال الاداء الجيد اللي شفناه في مباراه الاتحاد.
ان شاء الله الاداء يستمر في مباراه المصري اللي بناكد عليها ان واحده من المباريات الصعبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان تلقى الهزيمه في الدور الاول، يتمنى ان شاء الله ان هو يصالح الجماهير ويحقق الفوز في هذه المباراه باذن الله. لو نتكلم بقى كابتن اسلام على تفاصيل اليوم غدا بمشيئه الله، طبعا هيكون الفطار وجبه الفطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3:00، ثم المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو سواريش هتكون في تمام الساعه 7:00، وعقب انتهاء المحاضره هيكون التحرك الى استاد الجيش ببرج العرب اللي بيبعد هنا عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. طبعا المباراه في تمام الساعه 9:00 على استاد الجيش ببرج العرب. طبعا انا موجود معاك يا كابتن اسلام، في استفسار في اي امور او اي تساؤل؟ طبعا حضرتك حابب تطمن على الحاله الطبيه الخاصه بالمصابين او اللعيبه اللي هنا في القاهره. طيب امبارح او في المؤتمر الصحفي الاخير سمعنا مستر ريكاردو سواريش بيتكلم عن ارضيه الملعب وانها واحده من افضل الارضيات اللي هو شافها خلال الفتره الاخيره. اعتقد ان ده جزء مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي دايما متعود ان هو يلعب على ارضيه جيده. برج العرب تحديدا من الارضيات الثقيله السنه، معرفش هل ده موجود لغايه دلوقتي ولا لا، يعني ايام انا يعني اخر مره رحت برج العرب كانت الموضوع كان النجيله كانت ثقيله سنه، هل الدنيا اتظبطت دلوقتي؟ يعني خليني اقول لك يا كابتن اسلام، ويعني شهاده حق ولازم يعني ننسب الفضل والمجهود وكل فرد ياخد حقه، كل التحيه لمسؤولي استاد الجيش ببرج العرب، واحد من يعني صرح من الصروح العملاقه للرياضه المصريه وللدوله المصريه. طبعا دور كبير جدا قام به مسؤولي الجيش في تجهيز هذا الاستاد الواحد اصبح واحد من التحف المعماريه. ارض الملعب مختلفه تماما يا كابتن اسلام، يعني احنا كنا موجودين هنا في بعض المباريات في الدور الاول، ارضيه الملعب تمت صيانه ارض الملعب بالكامل، شكل مختلف، نوعيه الارض مختلفه. مستر ريكاردو سواريش لما اشاد بالملعب وقال ان المسؤولين في استاد الجيش رشوا الملعب قبل المباراه، ده ساعد في سرعه الايقاع او سرعه الكوره في الملعب، فده كان دور لازم نشكر فيه مسؤول استاد الجيش ببرج العرب على مجهودهم الكبير ان الاستاد ده يكون بالشكل ده. طبعا واحد من الملاعب المميزه في الرياضه المصريه وللدوله المصريه. ايضا يعني بالمناسبه مستر روي فيتوريا كان توجه ايضا لارض الملعب وزار الملعب واثنى على الملعب، وطبعا زي ما قلنا معسكر المنتخب المصري هيكون هنا في المقر الاقامه في برج العرب وهيأدي تدريباته على ملاعب الاستاد برج استاد الجيش ببرج العرب. لكن ارض الملعب انا بطمنك يا كابتن اسلام اصبح يعني في ابهى صوره استاد الجيش ببرج العرب. اخيرا، هل من الممكن ان يكون هناك تغييرات في الفريق بكره؟ بمعنى ان احنا بنشوف ريكاردو سواريش يعني كل مباراه بيفاجئنا ببعض اللاعبين اللي موجودين مع الفريق، هم وزي ما انا قلت في كلامي في الاول انه احنا عندنا 30 او 35 او 40 بمجموعه الشباب اللي بيبقوا طالعين معانا، ال 40 لاعب كلهم يعني اي حد فيهم يلعب احنا ما عندناش اي مشكله وكلنا ثقه كبيره جدا فيهم، هل من الممكن ان احنا نرى اي تغيير بكره؟ طبعا مش عايز اعرف اسماء ولكن بشكل عام. يعني خليني اقول لك نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، مستر ريكاردو سواريش في كلامه ايضا مع اللاعبين يعني بعض الامور بيتكلم فيها مع اللاعبين يعني بلغه الكوره، بيقول للاعب لو خرجت من القايمه مش معنى خروجك من القايمه او عدم وجودك في المباراه ده لا يقلل فنيا من اللعب، هي بتبقى النقطه يعني انا بكلم حضرتك بنفس الكلام اللي بيقوله مستر ريكاردو سواريش للاعبين. نعم، بتبقى رؤيه الجهاز الفني في المباراه شايفه نوعيه لعيبه لهذه المباراه، لكن هذا لا يقلل من اللعب. قول ان اللاعب اثبت لي ان انت يعني بتتقبل هذا الامر، الاقيك في التمرين اللي بعد خروجك من القايمه مثلا والتمرين اللي بعد المباراه بتظهر بشكل جيد، ده بيرفع من اللاعب عندي ومن قيمه اللاعب عندي. حريص جدا ان هو يشتغل على العوامل النفسيه مع اللاعبين، خاصه اللعيبه اللي بتبقى خارج القايمه، اللعيبه الناشئين. لكن يعني اللي احنا لامسينه في التدريب سواء الامس او اليوم هيبقى مثلا التبديل ممكن لو هيبقى في تغيير يبقى في مركزين او يعني تقدر تقول اثنين او ثلاث عناصر. أيوة. من اللعيبه اللي شاركوا في المباراه الأخيرة، لكن كل اللعيبة اللي احنا شايفينها النهاردة يعني بيرستاو، ميكسوني، حسام حسن، صلاح محسن، كل اللعيبة اللي بتأدي بشكل أكثر من رائع في التدريب، الجميع الناشئين بيتسابقوا طبعا بعد الإشادة اللي نالوها أو اللاعبين كل اللاعبين نالها لاعبي الأهلي في المباراة الأخيرة، الجميع بيتسابق من أجل حجز مكان في التشكيل الرئيسي اللي زي ما قلت لك كابتن اسلام يبقى اختلاف في مركز أو في مركزين أو ثلاثة.
يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته بكرة إن شاء الله. بكرة نستمتع بوجودكم مع الفريق ونقل كل الأحداث التي تحدث في فندق الإقامة. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة للنادي الأهلي. أخبرنا سريعا جدا رسميا، رحيل كابتن عصام عبد الفتاح عن رئاسة لجنة الحكام اتحاد كرة القدم أعلن اليوم الثلاثاء استقالة كابتن عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام وقبول الاستقالة وتوجيه الشكر له. أخيرا عرفنا كلاتنبرج كان إيه، أو كلاتنبرج مشرفا على منظومة التحكيم. اتحاد كرة القدم أعلن تولي الإنجليزي مارك كلاتنبرج مسؤولية الإشراف على منظومة التحكيم بعد رحيل كابتن عصام. يبدأ الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج عمله في الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الجولة المقبلة. أنا بضحك ليه؟ بضحك لأنه من الأول كنا عملنا كده من الأول الحقيقة، منذ أن تم التعاقد أو منذ أن تم الإعلان عن التعاقد أشار النادي الأهلي لهذا الأمر، وأشار أنه يجب أن يكون هناك تغييرات في لجنة الحكام، وبالتالي مش عايز أقول، لكن خلينا نتكلم في هذا الأمر بشكل أن النادي الأهلي قال رأيه، وأن الناس شافت أن الرأي المناسب خلال هذه الفترة هو طالما أنت جايب خبير أجنبي وبتدي له فلوس طب ما تعينه ما يشتغل. يعني إيه مرة تقول لي خبير تحكيمي، ومرة تقول لي مشرف على تطوير التحكيم، ومرة تقول لي رئيس للجنة الحكام؟ الحقيقة من ساعة ما سمعت كلام الدكتور أشرف صبحي امبارح، أعتقد كان في مداخلة في الراديو تقريبا مع إبراهيم فايق تقريبا، يعني عشان برضو ما بقاش ظالم حد، لأن أنا سمعتها بوداني. فمن ساعة ما سمعت كلام دكتور أشرف، لأنه كلام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلام محترم جدا جدا جدا. الكلام اللي قاله امبارح، قال لك أنا راجل جايبه وبديله فلوس، ما عينوش ليه؟ أو عينه ليه خبير تحكيمي ولا كذا ولا كذا؟ ما يتعين ويبقى مسؤول عن التحكيم وعن الحكام، لأنه عندنا مشكلة في هذا الأمر، أو اتحاد كرة القدم شاف إن عندنا مشكلة في هذا الأمر وبالتالي جاب مارك كلاتنبرج. فكلام محترم جدا من الدكتور أشرف صبحي، وكان هي بداية الانفراجة زي ما بنقول، لأنه يجب أن يكون هناك تغيير. نادي الأهلي قال كده، يجب أن يكون هناك عضو في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، مش أي حاجة تانية بالمناسبة خالص، ولا إبراز قوة ولا مش عارف إيه ولا الكلام اللي أنتوا خالص. نادي الأهلي عضو في الجمعية العمومية وبيقول رأيه، الناس بتشوف أن رأيه صح ومظبوط بتعمل. فالحقيقة كلام محترم جداً. واللي جاي بقى، اللي جاي ايه؟ اجتماع عاجل بين كلاتنبرج واعضاء لجنه الحكام. كلاتنبرج طلب عقد اجتماع عاجل مع اعضاء منظومه التحكيم في اتحاد كره القدم لرسم ملامح عمله في الفتره المقبله. اتمنى ان كل اعضاء لجنه الحكام ان هم يقدموا استقالتهم وترك الاختيار لمارك كلاتنبرج، وطبعا والمجموعه اللي معاه، لانه اكيد معاه مجموعه من المصريين بيتكلموا معاه. كابتن حازم كان موجود معاه النهارده، النائب احمد دياب رئيس الرابطه كان موجود معاه النهارده، وبالتالي من الممكن جدا جريشه وعثمان وعبد الرؤوف ضمن ترشيحات العمل مع كلاتنبرج. لسه كنت بتكلم، حسب مصادرنا يوجد ثلاث اسماء مرشحه للعمل مع كلاتنبرج في لجنه الحكام: كابتن سمير محمود عثمان، وكابتن جهاد جريشه، وكابتن ياسر عبد الرؤوف، وهيتم الاستقرار على واحد منهم خلال الساعات المقبله. اتحاد كره القدم يحيل جميع شكاوى الانديه ضد الحكام الى كلاتنبرج. تمام. حازم امام واحمد دياب يجتمعان بكلاتنبرج لبدء استراتيجية تطوير التحكيم. كلام محترم الحقيقة، حازم من الشخصيات المحترمة طبعا، أستاذ أحمد دياب النائب أحمد دياب برضو من الشخصيات المحترمة، نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دي كانت أخبارنا، هنسيب حضراتكم مع تقرير مع زميلنا فاروق صلاح مع بعض النزلاء اللي كانوا موجودين في الفندق. قد إيه الأهلي في كل القلوب، قد إيه الأهلي الناس كلها بتحبه. هتشوفوا تقرير جميل جدا، عايز حضراتكم تتفرجوا على هذا التقرير وبعده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين الكابتن محمد حشيش والكابتن عادل عبد الرحمن في ضيافة البيت الكبير. ولكن بعد هذا التقرير والفاصل إن شاء الله نستقبل كابتن محمد حشيش وكابتن عادل عبد الرحمن.
كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندريه. وطبعا كواليس استعدادات النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي اللي كان ابتدى بالفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. غدا باذن الله مباراه مهمه في مشوار النادي الاهلي امام فريق المصري، هتكون في تمام الساعه 9 على استاد الجيش ببرج العرب. احنا هنا متواجدين داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، واحد من الاماكن دايما المحببه لفريق النادي الاهلي واللي دايما بتلقى استحسان جماهير او بتلقى استحسان اداره ولاعبي النادي الاهلي. موجود معانا بعض جماهير النادي الاهلي وهنقف معاهم وقفات كتير جدا لان دايما جماهير النادي الاهلي بتضرب المثل. فخلينا نتكلم بشكل مستفيض مع الاستاذ مستر احمد الجندي مدير الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي. مستر احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيبقى اولويه هنا في اختيار المكان، بيتم توفير كافه الامور لفريق النادي الاهلي. ده صحيح. اولا تحياتي ليكم ككرو قناه النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بالنادي الاهلي. تحياتي كابتن اسلام الشاطر، مبروك على الفوز الاخير على الاتحاد السكندري، الف مبروك، اداء جميل جدا 3-0، الف مبروك. طبعا احنا بنهتم بكل الفرق وخاصه النادي الاهلي طبعا خلال الاقامه بتاعته، نوفر كل احتياجات من الوجبات طبعا، نفس الكلام بالنسبه للملاعب، بالنسبه للدخول وخروج الفريق، السيستم كله اللي بيبقى حاطه الكوتش. فطبعا احنا بنهتم بالحاجات ديت خطوه بخطوه مع الفريق بحيث ان احنا نوفر لهم كافه احتياجاتهم. ايه اللي بتلمسه او بتلمسه اداره الفندق اللي بيبقى مختلف شويه للنادي الاهلي، يعني بيختلف عن بعض الفرق اللي بتقيم في هذا المكان؟ ايه اللي الامور بتشوفها مختلفه بالنسبه للنادي الاهلي شويه؟ النظام والدقه دي اهم حاجه في النادي الاهلي دايما من زمان. انا بتعامل مع النادي الاهلي من 2007 من ايام كابتن جوزيه، كابتن حسام البدري، طبعا كابتن ابو تريكه، الناس الجميله دي كلها. الدقه والنظام في النادي الاهلي هو زي الساعه دي، اهم حاجه. يعني يوم مباراه الاهلي والاتحاد السكندري مستر روي فيتوريا زار الفندق مقر الاقامه واثنى على المكان وتفقد الملعب. من الممكن يكون المكان احد الاماكن اللي بيركز فيها ان تبقى معسكر للمنتخب المصري؟ بالظبط كده، وان شاء الله المعسكر شهر 9 اللي جاي منتخب مصر هيكون هنا، وان شاء الله يتاهل لكاس العالم مره ثانيه زي ما تاهلنا المره اللي فاتت، كان التاهل من هنا من كينجز رانش. فدايما احنا وشنا حلو على كل الفرق، باولها طبعا النادي الاهلي، منتخب مصر، جميع الفرق الاخرى. فالحمد لله الفندق وشه حلو على كل الفرق، ان شاء الله يبقى وشه حلو على الاهلي بكره مع المصري ومع منتخب مصر في شهر 9 ان شاء الله. واحنا بنتكلم قلت لي معايا واحد من كبار مشجعي النادي الاهلي الدكتور محمود طه، اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. وبالمناسبه هو الدكتور محمود طه دكتور مصري في الكيمياء مقيم بالنمسا، 83 عام، في حب النادي الاهلي، نقول له ربنا يديك الصحه. دكتور محمود خلينا ارحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وده تقريبا اول ظهور لحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. اولا انا سعيد جدا ان انا اكون معاكم، والاسعد ان انا اهلاوي اصيل من 72 سنة، لا 72 سنة، نقول 70 سنة، من عائلة أهلاوية كبيرة، أصلي طنطاوي، وأنت عارف إن الطنطاوية كلهم يعني أهلاوية تقريبا، والأهلي ده بيتي وبيت عيلتي ومراتي أهلاوية وأولادي أهلاويين كلهم يعني، الحمد لله رب العالمين. ونبارك للأهلي على الشباب الجديد الرائع واكثر من رائع، وانا يعني كنت بطالب ان الشباب ده ياخد فرصته عشان يعمل حاجه. دكتور شفت ازاي قرار مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في استئناف مباراه الدوري باللاعبين الشباب؟ هو ده القرار سليم 100%. احنا كنا انا كنت اتمنى ان يكون بدري شويه، ولكن الظروف المحيطة بالنادي كلنا عارفينها، مش ضروري نتكلم فيها لأن ده مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا في النادي الأهلي فقط، هو الحمد لله مفيش مشاكل، ولكن احنا من نفسنا واقفين ظهر النادي الأهلي. إذا كنا في النمسا، إذا كنا في أمريكا، إذا كنا في أي حتة. بتتابع ماتشات الأهلي في النمسا إزاي يا دكتور؟ بتابعها عندي أنا النت، بشوفها هم ناديين بشوفهم، الاهلي وليفربول.
عشان خاطر محمد صلاح بس. عايز ارحب بحضرتك وعايز تقول ايه لكل لاعبي النادي الاهلي، ربنا يديك الصحه يا فندم ومشرفانا على قناه النادي الاهلي. محمود مصطفى مراته، وطبعا بنشجع الاهلي، ويعني ما عندكش فكره الاهلي بالنسبه لنا ايه. يعني عايز تقول ايه لاعبي النادي الاهلي؟ والله اقول لهم دايما في تقدم باذن الله، ودايما يعني بصوا لمصلحه النادي ولجمهور النادي اللي بيحبكم، وربنا ان شاء الله يوفقكم باذن الله. نشكرك يا فندم. مستمرين معاك يا كابتن اسلام، وزي ما جمهور النادي الاهلي بيقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. معنا ايضا شاب من شباب النادي الاهلي ومحبين للنادي الاهلي. خليني في البدايه اتعرف بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ارحب بيك واتعرف بيك، قول لي اسمك ايه؟ زياد. زياد بقى قول لي يا زياد، تعرف مين من لعيبه النادي الاهلي وبتحبي مين ونفسك تكون زي مين من اللعيبه؟ بحب قفشه وعلي معلول، وطبعا نفسي ابقى زي رامي ربيع. انا عارف انت بتحب رامي ربيع وبتكلم رامي ربيع دايما. وهاني، محمد هاني ويعني اللعيبه كلهم بحبهم. عايز تقول ايه لعيبه النادي الاهلي قبل الماتش بتاع بكره ان شاء الله امام المصري؟ وطبعا هبارك لهم على ماتش الاتحاد اللي فازوا فيه 3-0. مبروك لفوزهم، ويشدوا حيلهم الماتش الجاي باذن الله. عايز اروح لحضرتك ورسالتك اللي تقولها بقى للاعيبه النادي الاهلي، عارفين ان الظروف صعبه واجواء صعبه، لكن قول لي في البدايه شفت ازاي قرار مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باستئناف مباراه الدوري باللاعبين الشباب؟ هو كان قرار لابد منه، كان في الوقت المناسب، اتاخر شويه احيانا، بس هو كان القرار العلاج الوحيد في الظروف الحاليه. تمام، فكان لازم قرار قوي وصعب، وربنا يوفق كابتن محمود الخطيب، وتحياتي ليه ان شاء الله. رساله وكلمه تقولها للكابتن محمود الخطيب؟ انت حبيبنا كلنا، وربنا يوفقك ويقويك، وما تبصش ورا ظهرك خالص، وزي ما انت ماشي ستريت لاين زي القطر كده التوربيني، ولا تشغل بالك. اشكرك يا استاذ عصام، اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. تسلم يا حبيبي. كابتن اسلام، اعتقد كلام كتير وكلام مهم. الشيوخ النادي الاهلي الكبار اللي احنا استمدينا منهم حب وعشق النادي الاهلي، ايضا الاسره الاهلاويه، الجميع بيجمع على امر واحد، هو حب النادي الاهلي. مهما اختلفت الاعمار، مهما اختلفت المراحل، مهما اختلفت الاماكن، بيبقى النادي الاهلي حبه في كل وقت وفي كل مكان. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسلام الشاطر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن محمد حجيزه. كابتن محمد، ازيك يا اسلام؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك يا كابتن عادل؟ اهلا كابتن اسلام. هبدا مع حضراتكم بالحدث الاهم النهارده، وهو استقاله او اقاله كابتن عصام عبد الفتاح، ورايك في هذا الامر. يعني هو انا شايف ان الموضوع ده اتاخر كتير، يعني المفروض ده كان من فتره كبيره، وما كناش احنا عارفين اذا كان موجود ولا مش موجود. ناس تقول ده ماشي ومش خلاص، قال لهم انا مش معاك وسافر، وبعدين نتفاجئ انه موجود. وبعدين ما ينفعش انه كان برضو بعد القرار اللي خدوه ان يجيبوا واحد يصلح موضوع التحكيم، ان هو يبتدي يخبط فيه ويقول انا ما اقدرش اشتغل، والاستاذ والتلميذ والحاجات دي كلها. ومع ذلك برضو فضلنا احنا ما فيش، يعني الاتحاد ما طلعش قال الموقف ده ايه، هل هيشتغلوا مع بعض، هل الراجل مش موجود، اصلا عبد الفتاح مش موجود، هل ايه، ما عرفناش يعني. فاخيرا بقى كان لازم الظاهر يتاخد قرار، سواء استقاله او اقاله، ان لازم يفصلوا الطرفين عشان الراجل خلاص. رسميا برضو عشان نبقى بنقول رسمي اللي بيطلع من الاتحاد، انه تم كابتن عصام عبد الفتاح قدم استقالته، وتم توجيه الشكر ليه. انا لا افهمه، يا اما تم توجيه الشكر ليه، ايوه، يا اما قدم استقالته، ما يمشوش الاثنين مع بعض. لكن هو ده انا بتكلم على اللي طلع من الاتحاد. يعني بص، هم سايبينها عشان الناس بقى كل واحد يفهم زي ما هو عايز، يا اما اقاله يا اما استقاله. وفي الحالتين انا شايف ان كان لازم، زي ما بقول لك، الموضوع ده يتاخد من فتره كبيره. ما ينفعش الراجل يجي، وكان استحاله هيبقى الاثنين. يعني تخيل انت واحد جاي لسه عشان يمسك ويعمل اصلاح، والراجل اللي موجود معاه هنا اللي صح، هو المفروض همزه الوصل، لان الراجل جاي مش عارف برضه لا الحكام ولا عارف طبيعه الدنيا هنا ايه. فده اللي كان هيفهمه الكلام ده. الراجل اللي عايز يفهمه الكلام ده مش مقتنع بيه، بيقول انا احسن منه، ازاي يجيب واحد اقل مني ان هو يبقى موجود. فكان لازم، زي ما بقول لك، الموضوع ده يتاخد يعني من فتره كبيره. واعتقد ان في بارقه امل لاصلاح طبعا موضوع التحكيم في مصر خلال الفتره اللي جايه. يعني كابتن عادل، هو احسن منه في ايه؟ يعني يمكن احنا بنتكلم على اللي بيمسك لجنه الحكام بيبقى حاجه من لا بيطور الحكام، واحنا شفنا ادينا حكامنا ما تطوروش، لا بيخلي حكامك تلعب دولي
في بطولات دوليه زي كاس العالم، انت ما عندكش الا لايز مان في كاس العالم الوحيد. مصر ما فيهاش حكم، يمكن ولا فيها طقم حتى، ما فيش الا لايز مان، يعني انت ما طورتش بيهم. ده رقم واحد. رقم اثنين المهم انك انت لما تكون ماسك التحكيم وتطلع تدافع على الحكام بتوعك بالباطل بالباطل. ما فيش، هو فاهم غلط، هو حافظ مش فاهم كان في الفتره دي ليه؟ لانه هو لو قال ان حكمي اخطا الناس تحترمه، يعني اصل انت راجل ماسك لجنه الحكام، فيبقى عندك الكويس وعندك مش الكويس، فلما واحد من حكامك يغلط اطلع قول. لكن انت تغير قوانين وبروتوكولات وتقول بروتوكول ومش بروتوكول، القانون وروح القانون والحاجات دي كلها، وعايز في الاخر ان هم ما يقلقش، هو اقاله طبعا. هو الشكل العام ان هو قدم استقالته، دي حاجه عامه الناس اللي زينا اللي عندهم عواطف ومشاعر والحاجات دي، اللي قعدنا مع بعض بيقول لك كنا عيش وملح مع بعض والحاجات دي، وفي اسرار ما بيننا، خسرنا 2 دوري مع بعض. لا، وفي اسرار ما بيننا، انت فاهم، في اسرار ما بيننا، فلازم اطلعك بشكل كويس. يعني ما هو برضه ما حدش يستحمل ان عصام يطلع يقول كلمه ولا اتنين، يعني فعصام برضه هيطلع يتكلم. فلا يا عصام، ده احنا اتحايلنا عليه ان يقعد، لكن هو لا، رفض ازاي؟ لانه هو راجل جامد جدا، عشان كده احنا قبلنا استقالته. ده كلام مضيعة وقت. انت قلت كلمه، هي حته ان هو لما بيطلع يدافع عمال على بطال عن الحكام والغلطات اللي بتبقى باينه قوي ويدافع عنها، في الوقت ان الفضائيات مليانه حكام بيبقى اتجاه معاكس تماما. بس هو مش اعلى من الراجل اللي جه، الراجل اللي جه ليه تجاربه، انا اعرفه كويس. ليه تجاربه برضه انا شخصيا، بس بعدين مش هتكلم عنها دلوقتي الحقيقه، لكن هديله فرصته خلال الفتره القادمه، لانه انا عندي الحقيقه عدد من الملاحظات على مارك كلاتنبرج وتواجده في السعوديه. حضرتك كنت عارف، ويمكن حضرتك ممكن تعرف الكلام ده كويس، انا علاقاتي جيده في السعوديه بالاتحاد الجدة وهكذا، كابتن عادل نفس الكلام، ممكن جدا تسال. انا سالت وعارف، فانا هسيب الملاحظات دي لعله تكون خلال الفتره القادمه بدايه جديده بالنسبه له، لانه كان هناك عدد من الملاحظات على ادائه في تطوير التحكيم، لكن كله في وقته. هو انت عارف انه في حكام بعينها في كل مكان عاوزين يكبروها وعاوزين يعملوها حكام كويسه، زي هنا الدوري المصري. الدوري المصري احيانا في عندك حكمين ثلاثه دول بيبقوا ملاك الوضع معين، بمعنى ان دول بيعملوا يعني بيحلوا ازمات لانديه بعينها، بيحلوا ازمات لشكل، فاهمني؟ فدول بيبقوا خارج الراجل ده، ودي حقيقه. يعني انا عايز اقول لك انه عصام عبد الفتاح رغم هذا انا بقول لك انه احيانا عمل حاجات هو مجبر عليها، واحيانا عمل حاجات متطوع هو، واحيانا اخطا اخطاء هو عارف ان هي اخطاء. يعني من وجهه نظري الاكثر من مره يدافع عن الحكام بالباطل دي علامه استفهام. انا مش هلومك، مش انت اللي اخطات، انت راجل ما اخطاتش، انت راجل انا بشغل الراجل ده حكم واديته الحكم واديته المباراه، هو ما دارش المباراه كويس، لا ده اخطا في واحد. أيوة اثنين ثلاثة، وما ادلوش الماتش اللي بعديه، يجب ان يكون هناك حساب. ده ما ده اللي انا عايز اقوله، لا بيدافع عنهم يا كابتن. أيوة اسلام، مش بيعمل حساب. يعني مثلا هو امبارح ايه اللي خلى الموضوع بس برضه كمان يكبر قوي امبارح، انه كابتن عصام حط الثلاثي اللي هم دايما بيعملوا مشاكل مع النادي الاهلي، كابتن محمود عاشور، كابتن مصطفى مدحت، كابتن بسيوني. ثلاثة حطهم حكام للفار لمباريات مختلفة. طيب هل الكابتن محمود عاشور لم يخطئ في مباراة فاركو؟ لا، أمام النادي الأهلي؟ طيب لو الهدف ده طلع هو الهدف سليم مليون في المية، حتى امبارح تم تسريب إنه الهدف صحيح، إن الهدف غير صحيح، أنا آسف، وإن الكرة أوف سايد فعلا. امبارح تم تسريب الموضوع ده بالليل لو تتذكره، أو معرفش شفتوه ولا لأ. فطبعا جمهور النادي الأهلي وقف في هذا الأمر، أوف سايد إيه يا جماعة؟ ما هو ده احنا قسنا الكام يارده من كام متر من هنا وكام متر من هنا، وبان ان بيرسي تاو ابعد، فيعني ما ينفعش. وشفنا الخط اللي عمله في وسط اللعيبه. لو ده صح، طيب الكره الثانيه اللي كان فيها ركله الجزاء هل هي مش خطا؟ الكره الثالثه اللي فيها الطرد هل هي مش خطا؟ الكره اللي مع اليو ديانج هل هي مش خطا؟
كل دي اخطاء كان يجب ان يتم الحساب، الحساب ازاي مش بتاعتي يا كابتن اسلام. ما هي دي المشكله اللي انت بتقولها دي، هي دي المشكله. شايف ان الحكم يخطئ بس المفروض رئيس اللجنه يطلع يقول الراجل بتاعي اخطأ. لا مش لازم يطلع يقول ان هو اخطا، ولكن يا كابتن وانا كمان اعرف ان الراجل ده اتعاقب، يعني ما لقوش الاسبوع اللي بعده في مباراه. دي مدارس بقى، اعرف انه اتعاقب او لا دي مدارس. لكن يا كابتن مثلا انا مثلا كرئيس لجنه الحكام ممكن اعمل ايه؟ افكر اقول ان كابتن محمد حشيش وان كابتن عادل عبد الرحمن اخطاوا مثلا يعني في مباراه من المباريات. انا اي حد هيخطئ خلال الفتره اللي جايه احط زي لائحه كده، تمام، ثلاث مباريات مش هيلعبهم مثلا. تمام تمام مثلا، تمام، لانه انا هجيب منين الحكام بقى واشوفها واحسها الله ينور عليك بس. لكن ان انا الماتش اللي فات بيخطئ في كره بيرسي تاو، بلاش كره بيرسي تاو، بقيه الكرات الاخطاء اللي اخطاها الحكم، تاني ماتش بعدها بيومين هلاقيه موجود في حكم والفار. كابتن مصطفى مدحت والاخطاء مع احترامنا ليه طبعا، لا الاخطاء انا بتكلم مهنيا، الاخطاء اللي حصلت ده الاقيه بعدها بيومين موجود. ده انت حتى كمان لو حصل يعني وما تعاقبش انه توقف، ابعده عن الفرقه دي عشان ما استفزش الناس او جمهور الفرقه دي شويه، يعني حتى احس انه راح اتجاه تاني. انما هو بيبقى مصمم على نفس الاشخاص في اوقات معينه. في مثلا حاجه مع الحكم الفلاني ده، لو ما جبتوش في الملعب جيبه فار. طب ازاي كابتن حشيش؟ اقول لك حاجه احصائيه على الفار، 18 بونت السنه اللي فاتت ضيعوا من النادي الاهلي الدوري السنه اللي فاتت. انا بحللهم، كنت بحللهم وبشوفهم ومسجلهم واجيبهم. السنه دي وصلنا ل 15 بونت، يعني انت 14 بالظبط 14 عشان خدنا 2 14 انا حسبتهم 3 14 بونت. 14 بونت، انت الاول في الدوري كام بونت؟ اعلى مننا بسبعه بونت. مظبوط، لو الماتشات اتعدلت هيبقى سبعه، يعني لو خسرت من ال 14 دول اربعه يعني وكسبت 10 يبقى انت اول. دي حقيقه. انا بكلمك من الفار، الفار راجع اي جول للنادي الاهلي لازم يتراجع بالفار، اي لعبه شكل النادي الاهلي لازم تتراجع بالفار. الجون اللي بيدخل في النادي الاهلي احيانا ما بيروحوش للفار خالص، يمكن الحكم بيبقى سعيد جدا وبيجري على نص الملعب. انا مش بقول كده من نظريه المؤامره على النادي الاهلي والحاجات دي، لا انا بقول لك حقائق، انا بقول لك حقائق ده كانت بتحصل. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقول عليها انه الحكم دلوقتي ومعاه الفار نسبة الخطأ بتكون حوالي 1%، ويمكن ما فيش نسبة خطأ. ليه؟ لأن الحكم بيقف. بقول لك إيه، أنت شفت قصة الفني؟ بالفقة؟ لا أنت شفت قصة الفني؟ سمعت قصة الفني ولا لأ؟ لا ما سمعت. كابتن محمود عاشور طلع على السوشيال ميديا وكتب على صفحته كلام في اتحاد كرة، يا جماعة احنا لو عايزين العدالة انا حطيت تقريبا يعني، او يا جماعة هتولي الكلام بالظبط عشان ده كلام لازم يتقال بالظبط، الخطوط يعني كده وكده الخطوط، ان الفني بتاع الخطوط هو اللي حط الخطوط غلط، او ده معناه يعني ده معنى الكلام اللي هو قاله، ان انا ماليش دعوة انا بحط النقط وفني الخطوط هو اللي. والله اتقال كده يا كابتن. ايوه ما انا عارف، انا عارف حطيتها مرتين يمكن مع ناصر اوفسايد ونقيت ان هي اوفسايد. فيعني كلام مش منطقي. انا كنت مع كابتن ناصر عباس وانا قلت له الموضوع ايه؟ الموضوع دي عبقريه في اتخاذ القرار مين اللي هيروح المباراه دي، عشان لما يحصل الموقف ده ايه اللي بيحصل. اول حاجه ما عندوش خبره، قبل ماتش محمد عاشور كان في محمود عاشور كان مصطفى مدحت كابتن مصطفى مدحت لازم يحط واحد علشان كلمه ما عندوش خبره تتقال بعد ما يخطا. يجي عاشور، ما عاشور مش هيخطا في دي، يبقى الفن اللي اخطا. ما هو ترتيب الشيء يعني، انا يمكن قلت مش نجيب الحالي مره قال لك ايه لما تيجي تبيع الخروف تعمل ايه؟ جردل ومقشقه، جردل بتاع الخروف، فاتوره نجيب الريحاني اللي احنا بنقول عليها. نعم هي فاتوره نجيب الريحاني اللي احنا بنقول عليها. بس انا بقول ايه بقى؟ بقول احسن من الشغل توضيب الشغل. هو انت دلوقتي علشان الفار يديك القرارات لازم تبقى انت ما بعد القرار الخطا هات المبرر ايه؟ انا يمكن قلتها المره اللي فاتت قبل ما الماتش يبتدي، اللي هو كان الحكم على الفار كان ما عندوش خبره، قلت النهارده يبقى فيه ما عندوش خبره. لما شفت عاشور، انا عارف عاشور كويس واعرفه جيدا، يعني عاشور من المدربين الشاطرين جوه الملعب، يعني عاشور ما تروحش عليه دي. يمكن عاشور انا بس معلش محتاج اقول التويته اللي هو قالها علشان برضو تبقى يعني ما يبقى الكلام لا حول ولا قوه الا بالله، في انتظار نشر الاتحاد المصري ده في اطار الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله من شويه ان الكابتن عصام ممكن يطلع يتكلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله في انتظار نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم في تطبيق تقنية التسلل في غرفة فار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف. وأنا ده كلام الكابتن محمود عاشور، وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد إذا كنت أخطأت في تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهامنا. ده كلام الكابتن يعني محمود عاشور. ما هو يا عيني بيحضروا التحضير بتاع المبرر بتاع الخطأ لان هم عارفين انه يبقى في خطا. انا بكلمك كلام وانا مسؤول عنه. عارفين ازاي يا كابتن؟ عارفين قبليه. معلش يا كابتن ده ضمائر فما نقدرش نخش. لا انا مش بتكلم على ضمير، انا مش بتكلم ان بص هو انا دلوقتي الجون اللي اتلغى بتاع بيرسي تاو ده اتلغى لي، ما هو حاجه من الحاجتين. لا هو حاجه من الحاجتين، لا انت مش عارف كحكم جوه الملعب وحاسه والله زمان. طب اللازمان ما اداش على فكره من اشطر واحسن، مش عشان مش عشان جري في وسط الملعب، لا هو جريء وقوي واقف مع بيرسي وبيعرف يقف وهو واقف كويس، هو ادرى واحد شافها. طب الحكم مشي عليه. طب العاشور لما رجع، انا عارف ان عاشور شاطر، عاشور بالنظره وبخبرته، عاشور حكم ماتشات كتير قوي طبعا، وعاشور من الحكام اللي بيعرف يطلع الماتش معلم، يعني بيعرف يطلع الماتش كام كام. ده عاشور ذكي يعني بيعرف. انا مش عارف الحقيقه. ماشي. لا هو عاشور لا عنده موهبه، عنده موهبه كويسه عاشور. ما عنديش فكره والله يا كابتن. لا يعني موهوب، يعرف ازاي يمشي الموضوع، فهو عارف ان دي جون. بس ممكن يكون موهوب في الملعب مش في الفار على فكره، ما تدربش على هو موهوب في الاثنين. يعني انا بس عايز اقول حاجه، يعني حاجه مهمه قوي، يعني هو المفروض ان الفار ده موجود ليه؟ مش عشان يقلل اخطاء الحكام؟ مظبوط. انا شايف ان في مصر بيزود اخطاء الحكام. يعني بيزود اخطاء الحكام، يعني انا لو لغيت الفار احسن لي، مش هعمل الجدل الغير لا الفار كويس يا كابتن، بس لو عندك اراده. بص يا كابتن، احنا خلينا سمعته بقت وحشه في مصر. كابتن انا قلت لك ان عاشور حريف مدرب حكم كويس. تمام. انا بكلمك بمنتهى الامانه، حكم كويس هو طبعا، وبيعرف يتحكم في المباراه. ايوه. بيعرف يطلع المباراة زي ما هو عايز، فهو مش هيفوت عليه لا مش هيفوت عليه حتة انه يحسبها جون ولا لا. يعني عاشور لو واحد غير عاشور، لانه عاشور متمرس في الحاجات دي، عارف امتى يسيب دي وعارف امتى يعمل. هو على فكرة دي بقى اللي الكابتن عصام مرة او حد اتكلم فيها وقال ادارة المباراة وليس تحكيميا، ادارة المباراة. أيوة. وبعدين المشكله كمان مش روح البروتوكول وروح الاحتواء والكلام ده. وعلى فكره بس يا جماعه عشان ما حدش يفتكر، انا اسف عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم هذا الكلام عشان نلقي على او تعادلات النادي الاهلي خلال الفتره السابقه الفتره الاخيره وهزايم النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره على التحكيم اطلاقا. رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب طلع قال نحن لا نعفي اللاعبين من هذا الامر، وبالتالي احنا خلاص ده الاساس بتاعنا وبنتكلم عن التحكيم. يعني لو التحكيم كان جيد السنة دي أعتقد أن كان من الممكن أن يتم إضافة 10 على الأقل من الـ 14 نقطة، إضافة 10 نقاط كان يستحقهم النادي الأهلي وياخدهم، وكان ممكن يبقى أول الدوري. بس أنا يا كابتن إسلام عندي حاجة تفضل. ممكن أختلف معاكم فيها. أوي أوي تفضل. مش معنى أن أنا وحش أن أنا أخسر، أن أنت تخسرني. صح. إديني حقي طبعا. أنا مش هبقى ريال مدريد بجلالة قدرها رجعت 4 مرات في كأس أوروبا كانوا مغلوب 4 مرات، واحيانا كسبت ماتشات وهي ما كانتش كويسه. ايوه. وبرشلونه كتير قوي كسب مباريات ما هو مش كويس. انا مش مبرر ان انا لعبتي مش كويسين واخطاوا ومش، بس انت ما تدينيش حقي. انا بقول لك انت بتتكلم دلوقتي المشاكل اللي فيها النادي الاهلي، لو كان الفار حسب لك النقاط دي ما كانش هيبقى عندك مشاكل. احنا يبقى عندنا مشاكل داخليه، احنا عارفين ممكن اللعيبه قلت، ممكن اللعيبه بالظبط كده، ممكن تغير، ممكن تشتغل، لكن على مستوى الجمهور، على مستوى الجمهور والنتائج كنت انت زمانك الاول وبتاخد الدوري والحاجات دي. علشان كده بتكلم في ايه، الحكم يدي للفرقه حقها. يعني انا في مباراه من المباريات اللي هو المباراه الاخيره النادي الاهلي كان ليه جون الاتحاد ولا اللي قبلها فاركو؟ لا اللي قبليه فاركو. النادي الاهلي كان ليه جون اوكي، وكان ليه 2 بنالتي اوكي، وفاركو كان ليه بنالتي اوكي. انا كنت عايز يدي الثلاثه، يدي على الاهلي بنالتي. انت بتقول كده جوه قناه الاهلي؟ ده طب الحمد لله احنا عشان ما حدش بس يقول لك يا جماعه لا لازم كان يدي على الاهلي البنالتي، ويدي للاهلي الجون ويدي له الاثنين طرد.
انا ايوه بتكلم. ما بالظبط كان في اثنين طرد ويديله الاثنين طرد، لعيبه فاركو كان اثنين منهم اطردوا. انا ما يهمني ان شاء الله ادي على الاهلي 50 بنالتي لما يكون في الفير بلاي. انا عايز فير بلاي ان انا بدي كل واحد حقه او سواء بس عليه كده. او ليه ايا كان اللي قدامي. يعني انا الالوان دي بتختفي خالص، تختفي خالص من الملعب مفروض. تختفي خالص، ماليش دعوه حتى ده بينافس فوق وده هيهبط تحت وده مرتاح شويه فمش مشكله لو حسبت عليه ضربه جزاء ما هو في المنطقه الدافئه. يعني الكلام ده كله ما المفروض ما بقاش جوه الحكام او رئيس اللجنه او 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 الجمهور ده ما بحبوش، الجمهور ده بيقول عليا كذا، لازم انا اشيل الكلام ده. بس انا واثق ان الكابتن عصام هيطلع ويقول حاجات كتير قوي، واتمنى بصراحه انا اتمنى يدفع عن وهي يعني دعوه على الهواء، دعوه للمره الثانيه او الثالثه على التوالي للكابتن عصام عبد الفتاح ان هو يكون ضيفنا في البيت الكبير. لو عايز يقعد 4 ساعات ما عنديش مشكله، يعني نستاذن من اداره القناه ونسالهم، لكن لو عايز يقعد 4 5 ساعات ما عنديش مشكله. اجيب للكابتن عصام كل ما حدث خلال السنه دي ولا السنه دي بس، مش هنتكلم على السنه اللي فاتت. خلينا في عفا الله ما فيش حاجه ماشي، بس لكن عشان الحلقه تقضي الاربع خمس ساعات ونتكلم في الحاجات دي بما يرضي الله، ونتكلم في كل الاحداث اللي حصلت خلال الفتره السابقه بما يرضي الله، وكلامك قدام كل جمهور النادي الاهلي يا كابتن عصام. وانا مش هقطعك في حاجه، انا هقول لك الموقف ده اتعمل ليه وعشان ايه، وجمهور الاهلي له الحق على الهواء مباشره. هو يا كابتن عصام انا ببلغ حضرتك امام ملايين الاهلاويه اللي بيسمعوا، ويمكن لما يكون بره يقدر يتكلم. اتمنى. يمكن هو جوه ما كانش يقدر يعادل ان هو يقدر يوضح حاجات معينه. لا كابتن اصل مثلا اصل كابتن عصام هيتكلم في كوره امير عابد اللي دخل فيها في حمدي فتحي، هيتكلم يقول ايه؟ رجلين حمدي فتحي ثابته، رجل الولد رجل امير عابد عاليه وداخله في القصبه. مش هتخليه يجي على فكره. الكلام ده والكابتن محمد لا انا بقول لك اسال سؤال، لو جه وقال خطا، بص انا اقول لك حاجه، هو لو جه وقال خطا هو مين اللي هيلوم عصام عبد الفتاح؟ عصام عبد الفتاح ظلم نفسه. انا بقول له انا بقول له من خلال البرنامج هنا انك انت ظلمت نفسك. ليه يا كابتن عصام ظلمت نفسك؟ لانك انت كنت بتدافع الدفاع الغلط. يعني انت لما تطلع يا كابتن عصام تقول لا انا الحكم عندي اخطا واحد، او بلاش تعلن الخطا، لان احيانا لجنه الحكام ما بتعلنش الخطا. بقى انت تعمل ايه يا كابتن عصام؟ انت عامل عندك الحكم ده النهارده اخطا يبقى مش هيحكم لمده 3 اسابيع زي ما الكابتن اسلام قال. حلو تمام، لكن هو كان بيحكم تاني ماتش، وبالذات للنادي الاهلي اللي بيخطا في النادي الاهلي النهارده بيخليه يحكم بكره. يا عادل ده الأسوأ كمان، هو في حكم بيطلع يصرح بعد الماتش بتاعه؟ محمد عادل طلع بعد ماتش اهلي وزمالك، انت فاكره بتاع الاحتواء وقال الكلام ده؟ خلي بالك ما ينفعش انا كحكم بص اطلع. هو طلع مع مين الكابتن محمد عادل؟ كان كوميديا مع كابتن شوبير تمام في الراديو تمام. خلاص انا عرفت بقى بمصادرنا ان الكابتن عصام كان موجود جنب الكابتن محمد عادل، وهو اللي بيقول له يقول روح البروتوكول واروح الاحتواء. لا البروتوكول دي بعدين، روح البروتوكول دي بعدين. يعني انا عايز اسال الكابتن عصام اهو، بسال الكابتن عصام على الهوا، يعني ايه روح البروتوكول يا كابتن؟ انا هجيب لحضرتك المكالمه التليفونيه، هستاذن طبعا الراجل الاول علشان ما بقاش يعني يعني تعديت على حقوقه، هستاذنه الاول وهكلمه واقول له معلش بعد اذنك رجل مسؤول في الفيفا وحضرتك عارفه وكنت قاعد معاه، هساله ان انا اسجل المكالمه اللي بينه وبين عمر البنوبي وان اسمعك ونسمعها، ان مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. يمكن حضرتك تقول لنا حاجه تقنعنا بيها يمكن، يعني على ما اتذكر هو كان عاوز كابتن عصام من الحكام اللي دايما عاوز يبتكر. انا موافقك ابتكر، بس وانت مش في المكان ده. انت دلوقتي بره، اعمل بقى كتاب عن التحكيم وغير شويه من واعمل الروح واعمل الحاجات اللي انت وحضر اللي انت عايزه، لكن وانت بتدير منظومة التحكيم لازم العدل الاول. العدل في ايه بالظبط كده؟ انك انت اكتر حاجه تعملها في العدل انك تعترف بخطاك. مفيش مشكله الناس هتعمل ايه، ده بالعكس الناس كانت بتزعل زياده لما يطلع حجه. يعني مثلا محمد عادل قال لك احتواء وكاننا في افلام كوميدي، يعني كوميدي فيلم كوميدي. انك انت واحد يقول لك احتويهم، رغم ان انا اقول لك حاجه، محمد عادل ساعتها كلمه احتويهم ممكن يكون قاصد حاجه تانية. يعني ممكن يكون قاصد ان انا احتوي المباراه اطلع المباراه لبر الامان لو كان قال كده،
لكن احتويهم يعني معناه ان انا سايسهم، معناه ان انا يعني انت عارف عادل. المشكله كمان ايه؟ هو احنا ليه بقالنا سنين يا اسلام الموضوع لجنه الحكام الرئيسيه دي قاصره على اثنين بس، كابتن جمال، كابتن جمال وكابتن عصام، عشان هم اللي لعبوا ده شويه وبعدين يمشي. مش لازم اكون انا يعني على فكره كابتن جمال كان ايامه يعني احسن من كده بكتير، والكابتن عصام على فكره شخصيه وحضراتكم طبعا الاثنين عارفينه كويس جدا، الاثنين محترمين جدا طبعا، شخصيات محترمه طبعًا ومهمه جدا وكبار جدا، ولكن احنا بنتكلم مهنيا كابتن عصام. كابتن اسلام ده يعني عصام عبد الفتاح كل حاجه فيه كويسه، انا بكلمك ظلم نفسه. عصام عبد الفتاح ظلم نفسه جامد. عصام عبد الفتاح كان حكم جامد كويس، محاضر كويس وجيد، شخصيته كويسه يقدر يدير ويقدر يعمل، ولكن هو ظلم نفسه. هل ظلم نفسه ده بايده ولا مش بايده؟ يا عادل لو مش بايده يطلع يقول لنا نساعده. يا اخطاء يا اسلام، حتى اما كان عضو مجلس اداره الاتحاد وماسك اللجنه دي برضه من الحاجات اللي كانتش تنفع يعني. ده قبل ما يبقى رئيس اللجنه وبعدين لازم لجنه الحكام تبقى بعيده تماما عن اتحاد الكوره، تبقى لازم تروح للرابطه، لازم تروح للرابطه يعني. ففي حاجات لازم محترف زي الراجل اللي جاي، الراجل ده جاي ياخد راتب بالظبط. وبعدين انا على فكره الوزير اشرف صبحي امبارح وزير الشباب والرياضه قال كده، قال اللي حضرتك بتقوله ده، قال لك ده راجل يا جماعه زي المحترف، احنا جايبينه ياخد فلوس، ليه ما نعينوش رئيس لجنه الحكام؟ انا مش فاهم. هو حتى قال كده. انا من ساعه ما سمعت التصريح ده امبارح الحقيقه وتفائلت خيرا. صحيح. انه يا جماعه يعني انا جايب واحد جايبه مره ليه؟ مره تسمع ان هو رئيس لجنه الحكام كلاتنبرج، ومره تانية ده على فكره من اتحاد الكوره مستشار لا رئيسا لتطوير التحكيم، وبعدين ثالث مره الخبير التحكيمي. هو ما هو كل دي وظيفه طبعا. الدكتور اشرف صبحي امبارح نهى الامور بصراحه بالكلمتين اللي قالهم، لانه هو انا جايب واحد اديله 30 ولا 40 الف ما اعرفش ياخد كام يعني 30 ولا 40 الف دولار كده. انا في اعتقادي يا اسلام علشان اجيبه خبير. عارف ازاي؟ هو اتحاد الكوره قرر في طريقه لحل المشاكل ان انا اجيب مدرب اجنبي بدل كروش، واجيب مدير فني للاتحاد اجنبي، واجيب مدرب الاولمبي، واجيب اولمبي، واجيب الحكام. فلما اقترح ان هو يجيب حد ما كانش مخطط اساسا ان الكابتن عصام هيقعد، فالمفروض ان الراجل ده جاي فلما الكابتن عصام قال لا هقعد، لا همشي، لا هقعد، فبقى مش عارفين المسمى. لا هي يعني هي التايتل بتاعه نوع بقى لسه نوع من اللي كانوا جايين فيه، نوع من الترضيه. اسمعني يعني انا عايز اقول لك حاجه، الكابتن عصام شايل الليله لوحده، فانا بقول له يا كابتن عصام اطلع اتكلم واطلع قول علشان كده غلط. طيب انا عاوز اسال سؤال، هم كلهم جايبين اجانب في البتاع، وليه ما نجيبش اتحاد كره اجنبي؟ اشمعنى المدربين والاداريين والحاجات دي؟ لان اتحاد كره القدم بيجي بالانتخابات طبعا. ما هو انا ما هو جمعيه العموميه اللي بتنتخب واحد اجنبي، ما دي الحاجه اللي ناقصه الوحيده اللي ناقصه. الانديه بقى كلها اللي عارف واحد اجنبي يجيبه بقى ويقعد. ما دي بس الحاجه الوحيده اللي هيتم انتخابه، لان هو يعني في شروط معينه لانتخاب اعضاء الاتحاد. بس هي الحاجه الوحيده اللي ما جربناهاش انك انت تجيب اتحاد كره اجنبي. أوكي. ما هو انت يعني انت حضرتك ضد هذا الاتجاه اساسا يا كابتن؟ مضيعه وقت. لا يا كابتن ما اقول لي انا بسالك وقت. انا ضدها طبعا تماما. اقول لك ضده إيه؟ في ايه بالظبط؟ في المدربين. بقول لك ليه في المدربين والحكم ولا الحكم لا؟ لا الحكم لا. أوكي. الحكم ليه الحكم لان في مشاكل، لكن المدربين لا. حسن شحاته اللي جاب لك 3 بطولات افريقيا، محمود الجوهري الله يرحمه كابتن مع حفاظ، لان ما فيش مدرب اجنبي جاب لك انجاز. بس اقول في الفريق الاول في الوقت الحالي كان دلوقتي ما فيش كابتن حسن وما فيش الكابتن جوهري، موافقك تجيب مدرب اجنبي. لكن قطاعات الاولمبي والحاجات دي تجيب. انا نفسي اقول لاتحاد الكوره يعملوا زي السعوديه في الوقت ده. السعوديه بطل العرب في الناشئين 20 سنه، السعوديه بطل الاولمبي في ابطال اسيا، هو رقم واحد ما دخلش فيه جون. المدرب بتاع المنتخب الاولمبي سعد الشهري، وده صديقي وكنت بلعب قصاده كتير، وبالعكس هو ما دربش فريق اول، احنا دربنا فريق اول، وده لعب اولمبي كتير. يمكن انا واخد 4 اولمبي في السعوديه بطولات، 4 بطولات مع الشباب ومع النصر، مع الشباب بطولتين، ومع النصر بطوله، ومع الاتحاد بطوله. أوكي. حاجه كده. المدرب اللي تحت محمدي صالح، اسمه محمدي صالح، ده لسه مبطل بقاله 3 4 3 ده في المنتخب الاولمبي. لا اللي هو اللي كسب اللي كسب مصر امبارح. اوكي. ده مبطل بقاله 5 6 سنين، بيعدوه بيشغلوه.
سعد الشهري بقاله فانت حضرتك سنين. مع انه كان يجب ان يكون المدير الفني للمنتخب الاولمبي. لا وصلوا خدوا البطولات. انا بتكلم لا المدير الفني للمنتخب زي فنجاده. قول لي فنجاده عمل لنا ايه؟ ده حتى فنجاده ضرنا في الشهادات. يمكن ما فيش الا الكابتن محمود سعد قلتها قبل كده والكابتن شطه اللي كانوا ساعدوا مصر ان هم ادونا الشهادات الرخص الاي والبي والسي الرخص. انت عارف ان دلوقتي في الدوري السعودي ما فيش مدرب مصري يقدر يطلع يشتغل فيها عشان لازم البرو. انا بتكلم في الدوري الممتاز لازم البرو يبقى معاك. احنا ما جبناش البرو. الدوله الوحيده اللي راحت بتعمل البرو دلوقتي المغرب. المغرب اكيد لان الناس هقول لك والله مش علشان الراجل ده بتاع المغرب قوي، لا الراجل بتاع المغرب بيحب بلده، بيحب يشتغل لبلده. اوكي انت ما بتحبش، في ناس ما بيحبوش بلدهم ما بيساعدوش. ده انا عايز اقول عليك عادل كمان ان المدربين المصريين او الناس اللعيبه اللي في مصر اللي بطلت اللي عايزه تبقى مدربين بقالهم سنتين ما فيش حتى السي مش عارفين ياخدوها. اوكي مش عارفين نعملها لهم السي والبي والكلام ده بقالهم فتره كبيره دلوقتي. وبعدين انا عايز اسال سؤال اسلام يعني انا ليه رايي اي حد اذا كان هناك لان دول كباتن كبار ومديرين فنيين كبار يستحقوا الحقيقه ان هو كل واحد فيهم يتكلم بهذا الامر ولازم نفتح الموضوع ده كتير الفتره الجايه. انا في نقطه بس صغيره، انا بأخاطب الكابتن محمد بركات الكابتن حازم امام اللواء حلمي مشهور يجروا شويه على الرخص دي يا جماعه من فضل حضراتكم. الموضوع محتاج رخص، يعني موضوع الرخص ده محتاج جري شويه. من فضل حضراتكم تحاولوا تشوفوا لنا هذا الامر علشان كل المديرين الفنيين بيشتكوا من هذا الامر خلال هقول لك تجربه يا كابتن اسلام. معلش فضلكم اشتغلوا لنا كابتن حازم يا كابتن بركات يا كابتن اللي هو حلمي مشهور كل المجموعه اللي موجوده. اقول لك حاجه كابتن الحاج عامر حسين. اقول لك حاجه كابتن اسلام، الدوري السعودي اقوى دوري عربي. في حد يعترض؟ اقوى دوري عربي من 2011 في المنطقه، ودوري المصغر للدوري الانجليزي، دوري قوي وفي سبعه محترفين وفي افضل مدربين. تمام. انا شخصيا جالي انا مش عارف اشتغل هنا ببلدي في مصر مش عارف اشتغل. اوكي انا اشتغلت قبل كده في اربع فرق دوري السعودي، انا لاعب 54 مباراه مدير فني في الدوري السعودي. انا حبيت ارجع تاني، جالي نادي ما عرفتش بس قالوا لي معاك البرو مش هنخليك تدرب، انت معاك البرو؟ قلت لهم لا لسه ما خدتهاش لان القاره بتاعتي او بلدي ما خدتهاش. قالوا لي لا لا اتحاد الكوره. انا بكلمك السنه يعني السنه دي انا جالي فرقه كلام ولسه بنتكلم معاهم قالوا لي لا البرو نزلوا. انا هوصل لحضراتكم الكلام ده للكابتن، يعني الناس اللي انا اقدر اكلمها هكلمها. دي سنه بتاخدها في سنه. النقطه اللي انا عايز اقولها بقى بس المهم ناخدها النقطه بخصوص بس الاجانب اللي بيجوا مصر. اتفضل. يعني ايا كان المدير الفني للاتحاد اللي عايزين يبقى اجنبي او المنتخب الاولمبي، يا جماعه المشكله ان احنا المشاكل بتاع قطاعات الناشئين كلها احنا حافظينها صم. يعني ممكن واحد كده غمض عينيه يقول اول حاجه تاني حاجه تالت حاجه رابع حاجه، بس هي المشكله ان مفيش حد بيساعد. يعني المشاكل اللي موجوده بالنسبه لقطاعات الناشئين عادل، وانا يعني عشان انا داخل أيوة الموضوع طبعًا ده طبعا. فاسلام هي عايزه مش عايزه جهه واحده هي اللي تحل نعم المشاكل دي، مش عايزه اتحاد الكوره، مش عايزه الانديه بس، نعم ده لازم وزاره الشباب والرياضه البلد كلها يبقى مشروع متكامل بيساعد فيه المؤسسات كلها انها تحل قصه المشاكل اللي في الموضوع. أوكي. يعني على سبيل المثال مثلا احنا قلنا اصلاح الكره المصريه هيجي من تحت، يعني قطاعات الناشئين براعم والناشئين. اول مثلا مشكله فيها هي مشكله ملاعب، مشكله الملاعب دي اتحاد الكره مش هو اللي هيحلها، دي لازم وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع الحكومه مع الدوله. اولا تنسيق كمان بين الولد الصغير سواء برعم ولا ناشئ، في عمليه ضغط عصبي عليه كبيره جدا، لا عارف يبقى لعيب كوره ولا عارف يتعلم مدرسة. لازم يبقى في تنسيق بين وزاره التربيه والتعليم. خلي بالك انا ابني السنه دي كده، ما هو ما هو والله زي ما انت بتقول بالظبط. انت احنا سايبين ولادنا للامهات بتجري عيني بالعربيات تحطهم في العربيه ويلبس هو في العربيه عشان يلحق يخلص مدرسه ويروح على مش عارف. ما انت لازم، وبعدين الناس برضو لها حق، ما انت مش عارف ابنك ده هيكمل ولا مش هيكمل، ولو مش هيكمل طب ما هو لازم ياخد موازي التعليم. ده موضوع يا كابتن يعني لازم عارف لازم نقعد نتكلم. لا لا اصل الموضوع ده كبير جدا ولازم نقعد نتكلم فيه. اتمنى اتفضل. كلمه واحده هو انت عاوز تطلع بطل، هتطلع بطل ازاي ولد بيخرج من للمدرسه الساعه 8 الصبح وبيرد البيت الساعه 4 وبياخد نفسه وبيجري وبيتمرن من غير اكل؟ انت ما بتعدش، انت عندك
اساس صح. مخوخ من لاعب المصري بيروح يتمرن على ملعب وحش وبيتمرن مع مدرب غير مؤهل واساسا المدرب طلع عينه لا المدرب النادي اللي بيدربه مش عايز يديله بحاجه وبعدين في نظام مسابقات كمان غلط. طب انت قول لي ايه الصح عشان يطلع لك لعيب كويس؟ ايه الصح المدرب يعني الناشئين طيب هنتكلم يجب يبقى اشهر معلش ما ينفعش الكلام دلوقتي في المدرب الناشئين عايز حلقه كبيره عايز حلقتين كلمه واحده مش حلقه ده عايز سلسله حلقات كلمه واحده كابتن اسلام مدرب الناشئين لازم يبقى اشطر واشهر من المدير الفني بتاع النادي مظبوط مظبوط لانه كلام مهم جدا واوعد حضراتكم ان شاء الله لما نبدا ان شاء الله حتى حلقه في الاسبوع نتكلم فيها عن هذا الامر وممكن طبعا مع كابتن اسامه حسني في الاشبال برضو صحيح. نقدر نتكلم صحيح. في هذه صحيح. الامور لانه في النهايه نفسنا نشوف ناشئين على أعلى مستوى واجيال كتيره جدا وموضوع الرخص ده برضو عايز سلسله من الحلقات لكن انا يعني هنفهم برضو من اتحاد كره القدم ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره القادمه بس انا عايز اقول خبر مهم جالي حالا الاتحاد الافريقي الكاف بيجري تعديلات على مواعيد القيد الافريقيه اللي هيشارك من الدور التمهيدي الاول القيد مفتوح لغايه 22 اغسطس بدلا من 15 اغسطس يعني هو اللي هو دور ال 64 اعتقد هو الزمالك بس اللي هيشارك في اللي هيشارك في الدور التمهيدي الثاني القيد هيبدا من 23 اغسطس حتى 15 سبتمبر القيد الاول من 22 اغسطس بدلا من 15 اغسطس اللي هيشارك في الدور التمهيدي الثاني باب القيد هيبدا من 23 اغسطس حتى 15 سبتمبر ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع الاستفاده من صفقاته مع انطلاق والنادي الاهلي يلعب في ابطال الدوري نعم الاهلي يلعب في ابطال الدوري لا يا راجل لا بجد انا بستفسر ايوه بستفسر اما كانوا عايزين ما يلعبوش ليه الناس اللي في مصر هنا لا ما خلي بالك انت انا ما فتحتش الموضوع ده انا عرفت التاريخ طبعا ابطال افريقيا انا عارف ان انت بتتريق ابطال افريقيا يا كابتن اسلام بدون النادي الاهلي هتبقى دوره رمضانيه عارف ليه؟ يا كابتن ما هو انت عارف انا ما علقتش مش هزار يعني انا ناس كتيره كانت تكلمني تقول لي يا عم اسلام ما انت سايب الموضوع كده ما بتتكلمش فيه ليه؟ اقول لهم يا جماعه ان الله مع الصابرين انا علق في حاجه انا متاكد ان شاء الله ان هي استحاله تحصل لا الحاجه المهمه البطوله دي من غير النادي الاهلي تسويقيا ما ينفع الاتحاد الافريقي مش خلي بالك هم مش هبلي يعني الناس فاهمه صدقني لو كان النادي الاهلي لما ما بيلعبش في البطوله دي القيمه التسويقيه بتاعه البطوله بتنزل 50% محدش يسمع عنها حاجه عموما عندك مشكله كمان هتقابلك في ضغط المباريات لما البطوله الجديده اللي الاتحاد الافريقي عايز يعملها للسوبر الافريقي دي بقى دي كارثه الكوارث هتبقى كم ماتشات قد كده فانت لازم تشتغلها من دلوقتي اللي جاي هتعمل ايه اتحاد محلي هتعمل ايه هتقلل ازاي عدد ماتشاتك عشان تقدر تخش في الكلام ده دي من موضوع برضه كبير يعني مجموع جوائزها مش عارف 12 مليون دولار حاجة لا لازم يعني تتلعب طب لازم تتلعب هجيب دي ممكن تقضي لي الجائزه كلها ربنا يسهل ان شاء الله والامور تمشي بشكل جيد شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شكرا جزيلا يا كابتن عادل اشكركم على تواجدكم معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت ازيك يا دكتور الحمد لله كله تمام الحمد لله الاستاذ كريم سعيد ازيك يا استاذ ازيك يا كابتن اسلام اخبارك ايه الحمد لله كله كويس الحمد لله هبدا معاكم دايما ان احنا اخر حاجه قرعه دوري الابطال طبعا النهارده كانت القرعه وكمان الخبر الاجدد منه اللي هو اللي لسه حضرتك قايله كمان بتاع الخبر مهم جدا يعني لكل جماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ان كده الصفقات الجديده هيتم قيدها خلاص طالما الاتحاد الافريقي اعلن ان الفرق اللي هي هتلعب في طبعا في فرق هتلعب في دور التمهيدي الاول وفي فرق هتلعب من دور التمهيدي الثاني النادي الاهلي طبعا عشان زعيم القاره ودايما بنقول يا كابتن اسلام ان التصنيف بالنقاط مش بالبطولات يعني عشان كده النهارده الست فرق اللي هم مش هيلعبوا في دور التمهيدي الاول مين الاهلي الوداد الترجي الرجاء سان داونز وبعد كده الفريق السادس مازيمبي ليه ما حطوش الزمالك لان قالوا ان الزمالك في اخر مازيمبي يعني الزمالك خرج من دور المجموعات ومازيمبي وصل نص النهائي في الكونفدراليه وبالتالي ما حطوش الزمالك وبالتالي هنا حسبوا ان التصنيف بالنقاط مش بالبطولات يعني قصه التسعه اكبر من السبعه والقصه دي اعتقد ان ده برضو يا عم ده كلام انت لسه بتتكلم في الموضوع ده يا عم احمد ده كلام بعض الناس بتقوله لبعض الافكار الواضحه لناس يعني ناس بتكلم بعض بس
يعني اسلام بيقول لاحمد مثلا يعني. فالخبر الاهم النهارده ان الحمد لله كده مشاركه الصفقات الجديده للنادي الاهلي من بدايه اللقاء، من اول طبعا مواجهه الاتحاد المنستيري التونسي والفايز من البطل بروندي. اعتقد ان الاتحاد المنستيري فريق قوي جدا، فريق يعني مش هقول قوي جدا بس فريق لازم نحترمه. كان هياخد الدوري التونسي، كان هياخد الدوري التونسي كان هو اللي بينافس. احنا معانا حتى الترتيب بتاع الاتحاد المنستيري. يمكن الترجي التونسي هو الاول برصيد 4، هم الاول. الدوري هناك كان مجموعتين السنه اللي فاتت، بعد كده في الست الانديه اللي هم وصلوا المرحله النهائيه هو اخذ المركز الثاني بفارق نقطتين على الترجي التونسي. الترجي كان الاول برصيد 24 نقطه والاتحاد المنستيري كان الثاني برصيد 22 نقطه. اعتقد ان هو فريق قوي يعني، فريق لازم نحترمه. كان ماسكهم فوز البنزيرتي اللي هو المدرب الشهير طبعا، وبعد كده سابهم ومسكهم دلوقتي داركونوفيتش اللي هو المدرب الصربي اللي كان ماسك وفاق سطيف. اهو ده الترتيب قدامنا، الاتحاد المنستيري في المركز الثاني دلوقتي. فتعتبر انا شايف ان القرعه بالنسبه السنه اللي فاتت كان بينافس، كان بينافس هو بينافس على الدوري التونسي يعتبر دي، او بس هو طبعا فرق الخبرات كبير لصالح النادي الاهلي. هم اول مره في تاريخهم يوصلوا دوري ابطال افريقيا. اوكي، ولكن علينا احترامه ان القرعه السنه دي تعتبر شايفها قرعه صعبه بالنسبه لنا. مش هنقابل فريق سهل، لا، احنا هنقابل فريق وعامل صفقات محترمه جدا. يعني حتى لو استعرضنا كمان الصفقات، لو كريم بس عايز يعلق على القرعه وبعد كده نستعرض الصفقات. لا طبعا اكيد القرعه في وجهه نظر القرعه صعبه، لان كمان مش فكره الاتحاد المنستيري السنه اللي فاتت مش بس ان هو طلع تاني ورا الترجي، ده كسب الترجي، يعني كسب الترجي في المرحله الثانيه وعمل معاه مباراه مهمه جدا. وكمان نقطه رخمه جدا في الاتحاد المنستيري، ملعبه في المنستير صعب، ملعبه سخيف، ملعبه رخم، عامل كده للناس تفتكر ملعب استاد عجرود في السويس وحتت عاليه. خلي بالك ملعب الصفاقسي برضو من الملاعب في الساحلية. معانا صور حصريه للملعب. ملعب صعب جدا، ملعب صعب جدا جدا تلعب عليه. وجماهير جماهير الاتحاد المنستيري جماهير كتير، يعني الاتحاد المنستيري عنده جماهير مميزه بتقدر تملى الملعب. واحنا عارفين طبعا الاجواء الجماهيريه في تونس دلوقتي خلاص بقت زي زمان، يعني بتروح تلعب وسط 40,000 50,000 الدنيا، يعني الكوره في تونس والمغرب شفنا برضو في المغرب السنه فاتت الدنيا رجعت عادي، مش زي عندنا احنا ساعات نلعب 5,000 ساعات 1,000. طبعا النادي الاهلي واعتقد وجهه نظري الاتحاد المنستيري هيعبر الجيش الرواندي بسهوله، لان الاتحاد ده ملعب فعلا، ده ملعب الاتحاد المنستيري. وانا بشوف دايما الارضيه عندهم مشكله، واحنا بنتكلم على حاجتين، ارضيه يعني بس صلحوها كريم. نعم صلحوها ادام. بص الملعب ده، لا 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 دي بص اللي عامل ايه هنا، ده دي قبل الاصلاح، دي عامل ايه. نعم اللعبه دي، او يعني انا اسف، الصوره اللي قدامنا دي ايه؟ هو اخذ الملعب مدخله لجوه الملعب. أيوة. كان 3 متر لبره اهو. ايوه شايفه صح. رسمه العلامه البيضاء، رسمه رسمه العلامه، ملعب ضيق، الملعب هنا بيضيق الملعب، بيضيق الملعب بالظبط. هو واحده من النقط اللي بتخلي الاتحاد المنستيري في تونس ان هو عنده افضليه في ملعبه على الفرق اللي بتجيله، ان هو بيلعب على ملعب ضيق وبيقدر ان هو يتحكم في ريتم المباراه. والملعب بصراحه ملعب صعب كمان، الملعب خلي بالك يا كابتن اسلام، المدرجات من قريبه للملعب لارض الملعب، ولعيبه الكوره طبعا عارفه ان الحته دي ان بيبقى الجمهور يعني بيبقى مؤثر بشكل قوي جدا. فان شاء الله طبعا احنا زي ما احمد قال، احنا الخبر لسه متقال من شويه على فتره القيد الافريقي ان هو خلاص هيشاركوا في الدور ال 32 مباشره، هيبقى عندهم مساحه ان هم يأيدوا كل الصفقات. اكيد ممكن نادي في وجهه نظري يعني نادي الزمالك ونادي فيوتشر يبقى عندهم مشكله، لان القيد هيتقفل يوم 16 وماتش الاياب يوم 15، لا هيتقفل يوم 15 وماتش الاياب يوم 16. فدي ممكن تعمل ازمه. اكيد طبعا كلنا كمصريين بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه في البطوله، واحنا اكيد بقرارنا ان احنا بنكمل ما توقع من الموسم باللعيبه الشباب ان شاء الله باذن الله، باذن الله يبقى مستعدين كويس ل بدايه انطلاقتنا باذن الله في دوري ابطال افريقيا. هم طيب كابتن اسلام عملوا 7 صفقات. هم غيروا المدرب، كان ماسكهم فوز البنزرتي بخبرته وقدر ان هو يوصل بيهم للمرحله يعني النهائيه في الدوري. ماسكهم دلوقتي داركونوفيتش طبعا كلنا عارفينه، اللي هو ان هو كان ماسك وفاق ستيف وقابلنا في نص النهائي دوري ابطال افريقيا. اللي راح مكانه ادي دي صور الصفقات الجديده قدامنا. طبعا المدرب داركونوفيتش، هم عملوا 7 صفقات، اشهرهم اللاعب اللي هو لابس تيشيرت مخطط ابيض فازرق ده انيس بن حتيره، لعيب صانع العاب يعني كان بيلعب في هامبورج وشالكة، لعيب كويس بس طبعا كبر في السن ولعب في الترجي، حاليا دلوقتي 34 سنه. وفي امين الغزي برده ده جناح يمين، لعيب يعني هم معاهم جنسيات، انيس ده معاه تونسي الماني، امين ده برده سويدي تونسي.
بعد كده في لاسعد الهمامي، ده حارس مرمى قدامنا الصفقات على الشاشه اهي. لاسعد الهمامي 30 سنه، ده حارس جاي من مستقبل التونسي. وفي الصادق برده حارس مرمى تاني. في صالح الحرابي ده قلب دفاع جاي من كرواتيا وكان بيلعب في النجم الساحلي. في حلم الجويدي ده ظهير ايمن. في علاء الدين الدرديدي ده لاعب وسط مهاجم مصنع العاب. هم طبعا فريق كان عندهم يمكن ثلاثه قدام مميزين قوي السنه اللي فاتت، هيكل الشيخاوي وادريس المحريسي ويوسف العبدلي. يوسف العبدلي ده راح اهلي جده السعودي. اوكي. فهيفرق معاهم كتير، لعيب مهاجم قوي جدا وكان فارق معاهم، هو يمكن من هدافين الدوري التونسي رقم اربعه او خمسه في القايمه. فرحيله ورحيل كمان التوجولي روجير اللي كان في وسط الملعب اعتقد هيفرق معاهم، بس هم بداوا يدعموا زي ما احنا شايفين، جابوا مدرب جديد، جايبين صفقات. او الفريق زي ما انا شايفه كده هو مش فريق قوي قوي، مش فريق يخض النادي الاهلي، ولكن لازم نحترمه. القرعه دايما في دور ال 32 كانت بتوقعنا مع انديه ممكن تكون اسهل من كده، لكن ده يعتبر فريق انا من وجهه نظري فوق المتوسط، ولازم نحترمه ولازم نعمل له الف حساب ونذاكره بشكل كويس، عشان ان شاء الله حظنا كمان النهارده حلو ان الصفقات الجديده هتلعب فهتفرق معانا كتير ان شاء الله. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل لسه عندنا كلام كتير فيما يخص ايضا الحدث الاهم خلال هذا الاسبوع، وهو كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد وكريم بقى نفس السؤال، رايكم في الحدث الاهم من وجهه نظرنا طبعا هذا الاسبوع، كلمه الكابتن محمود الخطيب ووضع الجميع امام مسؤولياته. بصراحه حاجه عظمه قوي كلمات كابتن الخطيب، حاجه منتهى الرقي ومنتهى الاحترام صراحه، يعني فخر كبير للنادي الاهلي. اولا هو اتكلم في نقاط كده كويسه قوي يعني، او نقاط ممتازه. اول حاجه لما قال يعني اول نقطه قال لك لا احد ينسى ان النادي الاهلي منذ نشاته قام على اسس وطنيه، ولم نسمح لاحد بالمزايده على وطنيتنا، وسيبقى النادي الاهلي داعم لكل مؤسسات الدوله وقياده الدوله السياسيه. فطبعا ده يعني حاجه اول نقطه بصراحه مهمه جدا. النقطه الثانيه كمان بالنسبه بقى للفنيات، كان في كلام كتير اصل حسام غالي هو السبب في رحيل موسيماني، اصل مش عارف ايه. لا، كابتن الخطيب طلع بنفسه وقال يا جماعه ان هو والسيد او المهندس ياسين منصور قعدوا مع بيتسو موسيماني وقالوا له حاولوا يقنعوه ان هو يكمل، وقال لهم ان هو عنده مشاكل. يعني وضح السبب، توضيح السبب للجمهور ده منعا للغط الكتير. الحاجه الثالثه كمان اللي عجبتني في البيان ان هو الكابتن اتكلم بنفسه على الاعلام، ان في بعض البرامج حتى في الفتره الاخيره يا كابتن اسلام بصراحه في بعض البرامج موجهه بقت موجهه ضد مجلس الاداره وضد النادي الاهلي، وجمهور الاهلي بقى عارف الكلام ده. حتى للاسف ان في بعض الاعلاميين الاهلاويه اللي هم بقوا موجهين ضد مجلس الاداره وضد النادي للاسف. النقطه اللي بعد كده قال ان طبعا ان الاهلي مش للبيع، دي نقطه مهمه جدا، ان الاهلي ملك لجماهيره ولا يقبل ان يتم بيعه. ده برضو رد على بعض الناس اللي اتكلمت ان ممكن شركه الكوره ده بيبيعه، ده لا، الكابتن الخطيب بيوضح الكلام ده. الحاجه الثانيه والاهم من ده كله ان هو اعترف ان في بعض التقصير، من ما اخلاش المسؤوليه من نفسه او ان هو مش عليه مسؤوليه، لا ده هو القى كمان اللوم ان بيقول ان انا عليا بعض التاثير، وبيوعد الجماهير بصفقات اعتقد ان هي هتكون قويه، وحظنا حلو النهارده كمان ان احنا هنقدر نايدها ونبدا بيها الموسم الجديد، فدي حاجه كويسه جدا. كمان لما قال طبعا الاهلي ليس صليت اللسان وصوته عالي في الحق، وده دايما اللي متعودين عليه من النادي الاهلي ومجلس الاداره. اتكلم برضو وقال ان يعني ان دور جمهور الاهلي ان دايما بيكون هناك تحالف ضد الاهلي، وان جمهور النادي الاهلي هيظل الدعم الاول. وفي وقت الازمات اللي هو قال ان هو بيبقى قصير او وقت صغير، دايما جمهور الاهلي هو اللي بيبقى الدعم الاول في الحاجات دي كلها. اتكلم برضو على التربص، اتكلمت في النقطه ديت وقال ان في دعم مهم جدا وحته الاعلام. فاعتقد ان هو قال حاجات كتير جدا، ويعني وان يكون رئيس النادي الاهلي يطلع ويوضح كده اعتقد ان هو برضو لا من اللعيبه، بس في نفس الوقت شال الضغوط من عليهم وحب ان هو ان ما يكونش النقد ليهم بس، وبرضو ما شالش اللوم من عليهم، قال ان هم برضو واحد من اهم الاسباب. واعتقد ان هو برضو قال الاسباب اللي احنا كنا بنقولها الحلقه اللي فاتت او الاسبوع اللي فات، اللي احنا حضرتك كنت بتقول لنا الاربع اسباب، لو قلنا اسباب اخطاء التحكيم اتكلم في الاخطاء التحكيميه ونقطه اتحاد الكوره والمشاكل والتعنت بتاع اتحاد الكوره، بدايه من اخفاء الجواب. اتحاد الكوره ده بيعمل حاجات بصراحه كتير، يعني اخفاء جواب اتحاد الكوره اللي هو بتاع خطاب نهائي دوري ابطال افريقيا، كذلك التحكيم. ولكن النهارده ربما تكون بدايه الاصلاح برحيل كابتن عصام عبد الفتاح، من يعني كامل الاحترام لشخصه، ولكن احنا اختلفنا معاه في ادارته وتعيينه للحكام والاخطاء التحكيميه، وشفنا كم لدرجه ان في المباراه الاخيره بتاعه الاهلي والاتحاد اعتقد ان 9 100% من جمهور الاهلي في الهدف الاول
لما الكورة جت وعبد المنصف طلع احنا كلنا قلنا مش هتتحسب. مش هتتحسب صح. خلاص ليه؟ من كتر ما انت نفس الاحساس من كل الاهلاويه من كتر ما انت خلاص اللي شفته طول الموسم فخلاص مش هيحسبوها. اه فاهم. فاعتقد ان الكابتن اتكلم في حاجات مهمه جدا وان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه خير للسنه الجايه باذن الله. كريم. وطبعا الكلمه اكيد يا كابتن اسلام جت عشان تهدي اوضاعه وتوضح امور كتيره كانت اعتقد مش واضحه عند الجمهور. ونقطه خلينا نتكلم بصراحه ان جمهور النادي الاهلي والاغلبيه متضايقه الموسم ده لان الموسم ده كانت الطموحات فيه كبيره عن السنه اللي فاتت، خصوصا ان احنا كنا بنتكلم ان السنه اللي فاتت حصل فيها اخطاء وكان يمكن تفاديها الموسم ده. كلنا متعودين على الكابتن محمود الخطيب والتون بتاعه والريتم بتاعه، احنا بنشوفه بيتكلم كده. المره دي الاسلوب كان مختلف والتون كمان كان مختلف، واعتقد ان الكابتن محمود الخطيب وضح نقاط عديده. انا عايز اقف عند اهم نقطه في وجهه نظري الشخصيه، ان هو اكد ان في مشاكل وفي قصور حصل، والقصور ده هو قاله في كلمه ان احنا حاطين ايدنا على المشاكل وان شاء الله هنحلها. عايز اربط نقطه مهمه جدا كان ناس كتيره ربما بتنتقد الكابتن محمود الخطيب فيها، وهي الصوره اللي بعد مباراه الجونه السنه اللي فاتت لما قعد مع اللعيبه في الملعب والناس بداوا يقولوا يعني كانش ينفع الصوره دي، كنا محتاجين كابتن محمود الخطيب يعاقب اللعيبه عشان هم اهدروا صفات. لا، لازم الناس تعرف حاجه مهمه جدا، ان في الكوره وفي الرياضه بشكل عام المسؤول يجب ان يدعم اللاعبين معنويا. نظرتك انت كجمهور للعيبه حاجه، ايوه، ونظره المسؤول لنفس اللعيبه حاجه ثانيه، نظره الاعلام للعيبه حاجه ثالثه. كل واحد له دور، ما ينفعش تعتقد ان انت دورك ينفع المسؤول يعمله. يعني مثلا اللعيبه هتيجي تقول لك ايه، لا انت النهارده المدير الرئيس النادي بتاعي انت تدعمني. ليه؟ انا اجتهدت في الفتره اللي فاتت وجبت تعبت اتنين ده لا وبالنتائج جبت اتنين دوري ابطال وجبت اتنين برونزيه عالم، واستحاله وانت بتمضي معايا العقد كنت تحطهم عليا تارجتس، مستحيل. مين النهارده كان ممكن يجيب لعيب ويقول له خلي بالك انت من الاهداف المحطوطه في عقدك انك تكسب اتنين دوري ابطال وتكسبه وتوصل للثالث وتخسره بفعل فعل كمان؟ لكن انت كجمهور اعمل اللي انت عايزه بالظبط، بتدور بالحته بتاعتك صح، انت حر انتقد واعمل اللي انت عايزه مفيش مشكله، لكن ما ينفعش الدور اللي انت بتعمله تطالب المسؤول ان هو يعمله. لا، المسؤول له دور تاني زي في اي لعبه، لازم دايما المدرب او المدير او الرئيس دايما لازم يدعم، خصوصا في خلي بالك كمان دور الجمهور يا كريم. نعم. في الوقت ده بيبقى دور مهم جدا، النقد ده بيبقى مهم جدا جدا. ونفتكر يعني افتكر حتى انا افتكر موسم 2002 2003 بعد الخساره من امبي في الجوله الاخيره في دوري، في وجهه نظري يعني كان الاسهل للنادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب نفسه انا فاكر التمرينه دي وحضرتها. كابتن محمود الخطيب كان في بعد المباراه دي كان النادي الاهلي هيلعب الاتحاد في كاس مصر في المحله. كابتن محمود الخطيب سمح للجمهور يخشوا التتش يعني لما كان في مدرجات زمان، وقال للعيبه كلها تنزل وتسمع النقد ايا كان هو، والجمهور عمل دور والنادي قدر بعد كده ياخد الكاس. واعتقد الكابتن محمود الخطيب اثر في حته ان احنا حطينا ايدنا على المشاكل وهنحلها. ليه؟ لان هو اكيد من خبراته كامين صندوق في المجلس قبل كده كنائب رئيس عدى عليه الظروف دي، اكيد هو شاف المواسم دي قبل كده. وفي مواسم النادي الاهلي زي ما قلت الحلقه اللي فاتت ان احنا كل اول عقد بنخسر اتنين دوري وبنبدا نصلح ونبني للسنوات الثمانيه اللي باقيين، وكانها سبحان الله يعني عاده في تاريخ النادي الاهلي. كل احنا عايزين نحكي عليه حاليا واللي انا عايز اهتم بيه في كلمه الكابتن محمود الخطيب الامور الخاصه بفرقه الكوره، ان احنا عندنا مشاكل وعندنا بعض القصور في بعض الامور الفنيه، ان شاء الله باذن الله باذن الله نقدر نعالجها خلال الفتره دي. وبدات بكل صراحه بالقرار كلنا متفقين ان هو قرار صحيح في ظل الظروف الحاليه، ريح القوام الاساسي بتاعك ولعب ماتشات كتير صح. خلاص والعب وابدا بيه، ادي فرصه للعيبه الشباب في الفتره الجايه وان شاء الله باذن الله نبدا نشوف تغيير ان شاء الله باذن واحد احد، بدايه من انطلاق
دوري ابطال افريقيا ولما ان شاء الله نلعب بيه الصفقات في برضه في حاجه تخص كلمه الكابتن محمود الخطيب من وجهه نظري يعني نعم. كلام عن ما سيحدث او ما يحدث الان في فرع التجمع الخامس طبعا. وفي مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس وفي مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد وفي مقر النادي الاهلي في الجزيره وفي مدينه نصر اعتقد الجميع حيرى مستقبل كبير جدا للنادي الاهلي من خلال طفره انشائيه كبيره جدا 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 طبعا دي بتبقى معموله للجمعيه العموميه لا انا ممكن اعقب هنا كعضو جمعيه عموميه لاعضاء الجمعيه العموميه يعني في النادي برضو كلنا لكن انا بتكلم هنا كعضو جمعيه عموميه ولكل الاعضاء الجمعيه العموميه وليك كجمهور النادي الاهلي انت تفتخر بناديك وتقول ان النادي ده يعني التجمع كمان معمول على اعلى مستوى وبقيه الشيخ زايد كل حاجه بتتطور كل سنه النادي الاهلي بيحطها الحقيقه علشان البنيه التحتيه والانشاءات الجديده تكون على اعلى مستوى لا والنقطه مهمه كابتن سليم الكابتن كان اصر ان هو يتكلم مع اعضاء الجمعيه العموميه بس انا سامع دلوقتي سامع كده حد لو بيحب يتفرج علينا مثلا بيحب الكوره قوي فيقول لي طب معلش يا جماعه يعني واحنا ايه علاقتنا بالحته دي حته تخص اعضاء جمعيه عموميه احنا هنرد عليها عشان دي اسئله الناس بتسالها وقلتوا يا جماعه انتوا بتتكلموا في الحته اللي تعجبكم وما بتقولوش الكلام اللي الناس بتقول لا هنرد على الحته دي بسمعها كتير هيقول لك الحته دي تخص الجمعيه العموميه ولا تخص الجماهير لا خلي بالك بقى في نقطه مهمه ان الطفره الانشائيه اللي بتحصل في كل فروع النادي بترفع من البراند بتاع الاهلي بالظبط عشان احنا ان شاء الله لما نيجي نمضي عقد رعايه جديد تكتب كده في العقد والله انا كان عندي ثلاث فروع دلوقتي عند اربعه فانا كنت مثلا باخد في الرعايه نص مليار لا انا دلوقتي والله عايز مليار ونص ده بسبب ايه مش بالبطولات بس بطولات ايتم في الموضوع او عامل في الموضوع انما لا في عوامل عامل اكبر في الموضوع في عوامل طبعا. اخرى انك تعمل طفره انشائيه انت عندك كام فرع غير كده برضو يا كريم معلش نعم. اسف برضو طبعا ان انت كمجرد مشجع اهلاوي نعم تفتخر بناديك اكيد طبعا ان انت تقول ان انا يا جماعه مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ده حاجه جامده جدا مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد ده حاجه جامده جدا مقر النادي الاهلي في الجزيره التاريخ بقى والعراقه والحاجات اللي عمرك ما هتشوفها في اي حته تانية مقر بتاع مدينه نصر واللي بيحصل في مدينه نصر ومن تطور وكذا وكذا فده دورك يعني الكلام اللي انت قلته ده كلام محترم جدا وايضا كمشجع اهلاوي تكون بتفتخر بناديك زي ما احنا الحقيقه كلنا بنفتخر بالنادي الاهلي وبطولاته من 1907 وحتى الان عمرنا بالعكس ده هذه هي الفتره التي يجب ان يقف الجميع خلف مجلس اداره تم انتخابه من اعضاء الجمعيه العموميه العاديه اللي هم جوه النادي واللي بره النادي بالمناسبه كان في اجماع كبير على مجلس الاداره الحالي وبالتالي خلينا كلنا نقف في ظهر مجلس ادارتنا خلال الفتره الجايه لان الفتره الجايه فتره صعبه ومهمه جدا وخصوصا بعد ما كابتن محمود الخطيب طبعا وضع حجر الاساس للي فات والتوضيح ولما هو قادم في المستقبل خلال الفتره القادمه ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنتكلم بقى عن مباراه غدا ان شاء الله من خلال الشاشه وكريم سعيد واحمد سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلينا نبدا بقى بالتحليل الفني، اتفضل. طبعا مباراه بكره اعتقد مباراه صعبه، النادي المصري برضو فريق قوي مع كابتن حسام حسن. يمكن هو قريب من لعب الاتحاد السكندري في ان هم بيلعبوا في الخمسه ورا 5-4-1، يمكن كابتن حسام حسن بيعتمد دايما على وجود عمرو موسى كاليبرو وبيعتمد على الضربات الثابته، سلاح مهم جدا للنادي المصري، بيعتمد على الياس الجلاسي وجريندو واوستن اموتو او عمرو مرعي. يمكن احنا كسبنا بدانا نكسب في الفتره الاخيره بعض الشباب، يعني مش عايزين نقول ان هم عاملين شكل كبير ولكن بعض اللعيبه الشباب اللي هي بدات تظهر بشكل نوعا ما جيد نتمنى ان هم يوصلوا بالشكل يعني ده. انا اشوف ان احنا خلينا نتكلم بشكل عام عن الفريق. تمام، تعالى نتكلم يعني اول حاجه مثلا لو هناخد الخطا واحد من ضمن الاخطاء اللي النادي الاهلي برضه في مباراه الاتحاد ده من ضمن السلبيات، قول كريم لو عايز تتكلم فيها. طبعا اللعبه دي اتعملت مع علينا يعني كذا مره وكنا بنتكلم عليها انا واحمد خلال الحلقات الماضيه، ونحن لما بنيجي نعمل مصيدة تسلل لحد ما بنتضرب بسهوله، اللاين بيتعمل اوكي واقفين يعني بدانا نظبط خط التسلل شويه، لكن الحته دي يا كابتن اسلام مهمه قوي ان احنا المساحه اللي ورانا بتتضرب بسهوله ونكمل اللعبه. بس معلش يا كريم هنا الوقفه مش يعني انا شايف ان هي لا لازم حد ياخد خطوتين ورا بالظبط عشان يطلعوا كلهم خط واحد قدام خط ورا عشان يقدر يلحق اذا
الكره او يطلعوا يقفوا خط واحد يعني سليم ده صحيح. خط واحد صحيح. ده لا وكمان احمد هياخد لعبه بعديها شبيه في حاضر في الشوط الاول شبيهه بالحته دي احنا واضح جدا الكره دي بقى بتتعمل علينا كذا مره لكن في الوقت الحالي احنا محتاجين برضو ندي بعض صح. المساحه لان اللعيبه برضو بقى في تطعيم من اللعيبه الشباب واكيد في مساحه يعني في بعض الاخطاء ترتكب ولكن احنا مهم جدا 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 ان احنا نبقى ماشيين على سيستم اللعب اللي ريكاردو سوارش بينظم الفريق عليه واللي ان شاء الله باذن الله هيبقى شكله افضل وافضل مع الصفقات الجديده. أيوة. معلش ممكن لو نرجع بس هنلاقي يمكن احنا عندنا مشكله دايما في الخمسه ورا احنا عندنا ميزه ان احنا في الخمس مباريات الاخيره طلعنا بخمسه كلين شيت. مظبوط. دي اول مره نطلع مع النادي الاهلي السنه دي ان احنا نحافظ على نظافه شباكنا في الخمس مباريات. ما دي تحسب بسبب طريقه ايه؟ بسبب طريقه قول قول انت مكسوف. بسبب اللعب بثلاثه ورا اللي كريم بيعشقها. لو قال عليها مش مهم بيحبها المهم ان هو قال عليها. هو قال عليها. هو قصده كده مش قصده ان هو بيحبها. المهم ان الثلاثه اللي ورا مفيش يعني دايما بيبقوا واقفين على خط واحد لازم واحد فيهم يضغط لازم واحد فيهم يتقدم دايما عندنا مشكله في اللعب بالخمسه ورا دي احد السلبيات. بس انا شايف الكلمه اللي قالها كابتن اسلام هي اللي صح وكان لازم يقف اللاعب اللي واقف في التسلل هنا كان لو وقفت بجنب شويه اقدر ادي نفسي الساحه بالظبط كده. بس انت عندك اثنين يا كريم لا يعني مثلا في النص لو هو واقف بجنبه شويه هيقدر يحط نفسه. بص هو يا تقف خط واحد صح يعني يا تقف هنا خط واحد مع اللاعبين كلهم يبقوا واقفين حاجه اسمها خط واحد ويا نطلع ونرجع مع بعض ودي عايزه لياقه بدنيه غير اللياقه البدنيه حاله من الانسجام الكبير ما بين اللاعبين وبما انهم لسه يمكن متكونين مع بعض قريب فممكن ما تلاقيهاش فلازم يبقى واحد واخد زي ما بيقول كده تقف بالجنب شويه بحيث ان انت تقدر تعمل سكان بحيث ان انت تعمل ما هو ده حصل اهو دي اوف سايد يعني الكره اتلعبت مش اوف سايد وكان ممكن يبقى هدف ضد النادي الاهلي. صح. تعالى نتكلم بقى على بالظبط شو حاجه ثانيه طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي في المباراه الاخيره طبعا واضحه ان هي 5-4-1 يمكن في الفتره الاخيره احنا كلنا كنا بنشوف مثلا محمد محمود متعودين عليه ان هو ارتكاز او صانع العاب في الماتش الاخير هو بيلعب جناح شمال وفخري هو اللي دخل في العمق كارتكاز ثاني جنب ديانج يعني 5-4-1 محمد محمود ناحيه الشمال وزياد طارق ناحيه اليمين والاثنين اللي في النص فخري وديانج شفنا فخري بشكل كويس لما راح في الحته دي شفنا زياد طارق برده ومحمد محمود اعتقد ان محمد محمود لو دخل في العمق هيبقى افضل شويه في الحته دي نكمل اللعبه ونشوف احد يعني ده الشكل العام بتاع النادي الاهلي اللي هو طريقه الحاله الدفاعيه 5-4-1 زي ما احنا شايفين وبنستخدم الضغط في وسط الملعب نفس الغلطه اللي حضرتك اتكلمت عليها كابتن اسلام اهي ايوه هتتلعب اوت كلهم واقفين برده على خط واحد بالظبط كمل اللعبه برضه هنا بيوضح لك ان محمد محمود هو اللي وينج ومحمد فخري ارتكاز تاني جنب اليو ديانج وان انت واقف صح انت هنا وهنا واقفه صح قفلت كل مساحات التمرير عليهم لكن طبعا هتحصل الغلطه بتاعتك هنا دلوقتي. نفس الفكره برضه اتلعبت من وراهم برضه في عمليه الضغط ان واحد بيضغط واحد لا وهنا واحد كشف بص ربيعه واحد مغطي بص ربيعه مغطي التسلل المفروض يا اما كلنا نطلع صح يا اما نفس الفكره برضه نفس الغلطه الموجوده ورا اتلعبت في ظهر المدافعين تمام. معانا برضو واحد من نجوم الماتش اللي فات كان علي لطفي علي لطفي بصراحه وقت ما احنا بنحتاجه وقت ما بيبقى موجود لازم ندي له حقه ان شاء الله يستمر على الاداء ده لانه واحد من المكاسب الموجوده في مباراه الاتحاد النهارده تسديده من 18 متر بيشيلها في حاله غياب الشناوي دايما بتلاقيه برضو كذلك مصطفى شوبير يعني ده اعتقد ان ده مدرسه مصنع حراسه المرمى في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس علي لطفي قدم ماتش كويس ولازم برضو يعني نتمنى ان هو يستمر على الاداء ده دي برده تسديده ثانيه من ابراهيم حسن شالها بالايد بص برده من مسافه 123 كيلومتر التسديده سرعتها فعلي لطفي برده واحد قدم من الناس اللي هي قدمت بشكل كويس زياد طارق برده جاب هدف كويس جدا وعمل ماتش هايل بص عمليه السكاننج والبصه اعتقد ان زياد لو اخد مع الوقت ان شاء الله يبقى لعيب كويس ويبقى مكسب للنادي الاهلي لان هو لعيب عنده شخصيه النادي الاهلي في حته ان الجرأه التسديد على المرمى ان هو يعني شفنا بنسميها الار 2 ان انت عملت ازاي سكان بصيت على المرمى الاول قبل ما تشوط يعني لو رجعناها بص النظره قبل ما يشوط قدر يحدد موقع محمد عبد المنصف فين بص هنا بص وقف هنا النظره بتاعت زياد طارق هي اللي خليته يجيب الجون ده ان انا شفت الحارس فين وحطيتها في البعيده فهنا احنا بنكسب لاعب كويس اعتقد ان شاء الله مع المباريات انت بتقيم الناشئين في الفتره دي ليه؟ لان في بعض الناشئين بعضهم هيطلع اعاره بعضهم هيكمل معاك في الفريق الاول
وبعضهم انت ممكن مثلا تبيعهم او بعضهم ينزل الناشئين. لجميع اللاعبين. انا دايما بص انا ما بحبش دايما اتكلم على حد معين بعينه، لانه انت عندك المفروض 30 بيتم قيدهم وحوالي 10 او 12 بيطلعوا من الشباب، بيطلعوا من تحت لفوق، وبالتالي انت عندك 40 لاعب. من وجهه نظرنا كاهلاويه، الاهلاويه كله بيقول لك كده، يقول لك ان اي حد من ال 40 بقى مش من ال 30 هو في الاخر بيمثل النادي الاهلي، ومن حقهم يبقوا موجودين واحنا عايزين نشوفهم. فهنشوف الفتره الجايه تستحق او كل اللاعبين اللي مش موجودين. يعني احنا شفنا محمود متولي مثلا، محمود متولي ابتدى اهو يعود مره اخرى عدد المباريات، رامي ربيعه ابتدى عدد المباريات اللي بيلعبها اكتر من السنه اللي فاتت، كريم فؤاد عدد المباريات اللي بيلعبها اكتر، وبالتالي كل ده هيبان بقى لجمهور النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي يعني خير واحد، خير جمهور في الدنيا يقدر يقيم كل الناس. صح، انت كمان بتلعب في الماتشات الاخيره بال 5 4 1، احنا غيرنا طريقه اللعب كذا مره. 5 4 1 دي مديانا نوعا ما عمق دفاعي بشكل كويس. كمل دي، ده واحد برضو من الناس اللي حضرتك كنت يعني، محمد اشرف، محمد اشرف برضو الباك ليفت جاي بشكل كويس هنا، التغطيه العكسيه. ايوه محمد كان في البدايه كان خايف، محمد اشرف في بدايه الماتش خالص كان واضح ان هو خايف، لكن بدا ياخد الثقه وبدا يتجرأ لما شفنا تغطيه عكسيه كويسه، شفنا الاسيست. فمحمد برضو واحد من المكاسب اللعيب الصغيره اللي جايه، اللي احنا اعتقد ان احنا مع تتابع الماتشات لازم تتطور بقى، ولازم خلاص الثقه وجرأه النادي الاهلي وتاخد شخصيه النادي الاهلي. بس الميزه في قطاع الناشئين ان قطاع الناشئين ولاد زي ما احنا شايفين لعيبه كتير. بص يعني بخلاف، بص هنا الاسكان ده، الاسكان ده بتاع لعيب كبير، يعني ان انت تبص في الاسكان على النظره هدف جميل الصراحه. يعني الاسيست اللي عمله، وان انت بتبص للعيبه هيتحرك فين، واحمد سيد غريب برضو احرز هدفين بيتحرك له. هنا ميزه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان احنا شايفين ناشئين كتير طالعين في اماكن كتير. شفنا زياد طارق، شفنا احمد نبيل كوكا. دي كان بتؤكد فكره ان اللعيب لما يكون واقف على رجله بيديك افضل، حتى لو انت عندك لعيب كبير. صح. وخبره ومش قادر. في نفس الوقت معظم اللاعبين كانوا محتاجين راحه، معظم اللاعبين اللي استريحوا محتاجين على الاقل اسبوعين لثلاثه راحه. صحيح. يعني انا اتمنى ان هم يقعدوا اسبوعين لثلاثه راحه، ما اعرفش ازاي بس اتمنى لهم كده ان شاء الله. عموما دي كانت اخر حاجه معانا، انا بشكركم على وجودكم معانا النهارده. شكرا جزيلا يا دكتور احمد على وجودك معانا، شكرا كريما جزيلا يا استاذ. شكرا. كريم على وجودك معانا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين غدا ان شاء الله مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري ستكون في تمام الساعه 9، ساعتين ما قبل المباراه. ان شاء الله كل كواليس ما يحدث في فندق الاقامه مع فريق عمل النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكون متواجد مع حضراتكم. وغدا ان شاء الله الاستوديو التحليلي مع الكابتن ايمن شوقي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير.